مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وحنبدأها كالمعتاد بأخبار النادي الأهلي وأخبار كرة القدم والنشاط الرياضي في النادي الأهلي، ومن أخبار النادي الأهلي إلى مجموعة من الأخبار المتعلقة بعمل الرياضة ومجال الرياضة والنشاط الرياضي في مصر بشكل عام. طبعا في بداية هذا اللقاء جدير بالذكر ان عندنا اكتر من ضيف واكتر من فقرة من فقرات الحوار النهاردة. بعد فقرة الاخبار هنبدأ هذه الفقرات بحوار، هيكون فقرتنا الاولى حوار سأجري مع الكابتن ابو المجد مصطفى، واحد من نجوم كرة القدم المصرية والنادي الاهلي سابقا. وعقب نهاية هذا الحوار هتكون في أكثر من فقرة حوارية أخرى يجريها زميلي محمد سعيد مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، ودي هتكون فقرتنا الثالثة. أما الفقرة الثانية وأيضا هيجريها زميلي محمد سعيد هتكون مع لاعب النادي الأهلي السابق وحاليا لاعب FC مصر الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز الكابتن رضا الويشي. خلونا نبدأ بأخبار النادي الأهلي وفريق الكورة. طبعا الجمهور ما كانش راضي في الفترة اللي فاتت عن النتائج، ولكن دايما في فرصة، الفرصة باقية. وزي ما قال ضيفنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي في أكثر من لقاء على مدار الأسابيع السابقة، ما زالت الكرة في ملعب النادي الأهلي، في ملعب الجهاز الفني ونجوم ولاعبي الفريق الأول، لأنه بحسابات النقاط لسه الفرصة باقية. والفوز بلقب هذا الموسم ولقب ودرع الدوري الممتاز لهذا الموسم الأمر متاح أمام نجومنا إن شاء الله لو وفقوا في لقاءاتهم القادمة. رصيدهم من النقاط وفارق النقاط مع المنافسين في قمة الدوري تسمح للنادي الأهلي بحسم البطولة دون ترقب وانتظار نتائج الآخرين لو أجادوا في المباريات اللي جاية. ده أمر لازم يكون حافز ودافع إيجابي للجهاز الفني واللاعبين، لأن اجتهادهم في الفترة اللي فاتت وتركيزهم في عدد كبير من المباريات كرة القدم في فترة كانت مضغوطة جدا، كانت الارتباطات فيها بتجعل الفريق يخوض مباراة كل يومين أو ثلاثة، وكان معدل من أعلى معدلات خوض منافسات كرة القدم أو المباريات في العالم على مدار الأشهر السابقة ما بين ارتباطات النادي الأهلي على مستوى الدوري أو المسابقات المحلية والبطولات الدولية أو دوري الأبطال الأفريقي، فضلا عن ارتباطات لاعبينا مع منتخب مصر في أي مباريات سواء ودية أو رسمية. بالرغم من ده كان في قدر كبير جدا من التركيز عند الجهاز الفني واللاعبين قبل طبعا المجموعة الأخيرة من المباريات اللي حصل فيها عدد من الأخطاء الفنية خلت الجماهير غير راضية لأنها أثرت سلبا على النتائج. عشان كده بنقول أن اللاعبين ممكن يستعيدوا ذاكرة التركيز اللي كانت موجودة في الفترة اللي فاتت وأجادوا فيها بشكل أكثر من رائع خططيا وفنيا وبدنيا، وده اللي اداهم رصيد النقاط اللي بيسمح لهم رغم الإخفاقات اللي حصلت في الفترة الأخيرة أنهم يكونوا لسه في حسابات المنافسة وأن الكرة لسه في ملعبهم وقادرين إن شاء الله على الفوز بهذا اللقب. التركيز طبعا أولا وأخيرا حاليا على مباراة المصري يوم الخميس المقبل. لا صوت داخل النادي الأهلي يعلو على صوت مباراة المصري الخميس المقبل، ومطلوب التركيز وأعلى درجة ممكنة من الإجادة سواء في رؤية الجهاز الفني فنيا لهذه المباراة وإدارتها فنيا أو على مستوى أداء اللاعبين والتزامهم واجتهادهم وأيضا تحلي لاعبينا بروح الفانيلا الحمراء والروح القتالية المعروفة دائما أبدا عن النادي الأهلي ونجومه ولاعبيه. الكابتن الخطيب كمان وجه رسالة للاعبين في جلسته مع اللاعبين، قال لازم تتحرروا من الضغوط، ما تحملوش يعني نفسكم أكثر من اللازم، استمتعوا بكرة القدم ولعبوا كرة قدم عشان تقدروا تكسبوا وتحصدوا المزيد من النقاط ومن البطولات والألقاب، لأن أحيانا الضغوط الزائدة على أي شخص أي بطل أو أي رياضي محترف سواء في رياضات فردية أو جماعية ممكن يكون لها أثر عكسي أو تنعكس عليه بالسلب لو حمل نفسه فوق طاقته أو أخذ من التفكير أكثر مما ينبغي. فكر في الأمور وفي الحسابات الخاصة بالمنافسات والنقاط بشكل مبالغ فيه، ده بينعكس عليه أو بيؤدي لنتيجة عكسية وبيضره مش بيفيده. عشان كده الكابتن الخطيب رؤيته بالتأكيد رؤية كمان مجلس الإدارة كله إن لازم اللاعبين يحرروا نفسهم من المبالغ فيها كرة القدم بالمنافسة وقدراتهم، يثقوا في قدراتهم، إحنا عارفين إن قدراتهم عالية جدا فنيا وبدنيا، لو أدوا بالشكل المعروف عنهم واللي هم قادرين أنهم يأدوا به في المباريات الجاية ده هينعكس على الأداء وعلى النتائج. ده إن شاء الله يكون موجود في الملعب في مباراة الأهلي والمصري يوم الخميس المقبل، ونشوف أن اللاعبين يعني بيأدوا بشكل مختلف أفضل كتير جدا فيما يتعلق بالأداء في الملعب، بروح القتالية في الملعب، بالتركيز في الأمور الفنية، عدم الاحتكاك مع المنافس، مع حكم المباراة، عدم الخروج عن اللائق، عدم وجود أي انفلات عصبي أو أي تصرف أو سلوك غير احترافي، لأن دايما لاعبين على درجة عالية جدا من الخبرات ومن القدرات ومن المواصفات الاحترافية، ومش عايزين نخسر مجهودات أي لاعب مؤثر في الفريق من نجومنا طبعا المؤثرين وإمكاناتهم الفنية العالية بسبب إنذار بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء لا قدر الله، لأن ده هيؤثر على
المباريات المتبقية من عمر الدوري الممتاز وفرص الأهلي في المنافسة، عشان كده عايزينهم ينشغلوا فقط بالجانب الفني وبالأمور الخاصة بكرة القدم. الاستعدادات طبعا مهمة جدا لهذه المباراة، المباراة المقبلة، مباراة تعهد فيها الجميع على تحسين الصورة أمام الجماهير وأمام الرأي العام الأهلاوي وأيضا أمام أعضاء النادي وجماهيره داخل وخارج مصر والمسؤولين أيضا في مجلس إدارة النادي. الطموح والروح المطلوبة احنا واثقين أن الكل يلتزم بيها وهيكون على قدر المسؤولية وعلى قدر ثقة الجماهير، حتى لو الجمهور زعل شوية لكن هو أيضا كان مؤازر للفريق وداعم للفريق وما زال، وقال للفريق بعد الشكل طبعا غير المقبول اللي خرجنا به من دوري الأبطال الأفريقي من المباراة طبعا الأولى في جنوب أفريقيا قبل مباراة العودة في برج العرب، واللي كان أيضا فيها الفوز بشكل ربما كان فيه عوامل كثيرة أثرت سلبا على الفريق أو عدم وجود تكافؤ للفرص في عدالة الحكم في مباراة العودة على ملعبنا، لكن بالحسابات كانت المباراة الأولى هي اللي صعبت الأمور جدا وخلت العودة شبه مستحيلة. الجمهور كان مؤازر وداعم للفريق وكان واثق في قدرات الفريق وشجع لاعبينا عشان يكملوا مشوارهم في الدوري الممتاز. خلونا نتكلم عن بعض التفاصيل الخاصة بملعب المباراة والسفر أيضا إلى السويس. استقر الأمر بقيادة لاسارتي المدير الفني للفريق على السفر، استقر القرار على السفر ظهر الأربعاء المقبل للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة مع المصري والمؤجلة من الأسبوع رقم 19 يوم الخميس المقبل، ويسافر الفريق يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله، وتقام المباراة على ملعب استاد الجيش في السويس. ويؤدي الأهلي ميرانو صباح الأربعاء المقبل على ملعب التتش، ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس. وكان الجهاز الفني حريص جدا على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية، كما حرص الجهاز على تصحيح بعض الأخطاء الفنية في الملعب أيضا اللي ظهرت في المباريات الأخيرة وأثرت على الأداء أو النتائج سلبا. عندنا غيابات مؤثرة، لسه عندنا إصابات، الصفوف مش مكتملة، رمضان صبحي بيواصل برنامجه التأهيلي مش جاهز بنسبة 100% وبالتأكيد هو من أفضل العناصر الموجودة في صفوف النادي الأهلي، بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة العضلية اللي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية، وإن شاء الله يكون موجود بقوة في الجزء المتبقي من مباريات ومن مشوار الدوري العام المصري. محمد هاني من كمان اللاعبين اللي دايما بيثيروا جدل في الشارع الرياضي، هل الطبيعي والمنطقي هو الاستعانة باللاعبين في نفس المركز الأكثر خبرة واللي عندهم خبرات دولية ومحلية تفوقوا بكثير، عمرهم أكبر، خبراتهم أكثر، عدد المباريات اللي خضوها أكثر، ولا محمد هاني هذا اللاعب الواعد اللي مستواه أيضا مقنع جدا للناس، وناس كثير بتقول أنه مستواه بيقول وستايل أداؤه كمان بيقول أنه لاعب من طراز أوروبي في طبيعة وطريقة أداؤه أن الناس متوقعة له مستقبل كبير جدا، وهل دايما المجموعة الواحدة والأصدقاء بيتكلموا في حوارهم دايما عن أداء نجوم النادي الأهلي، مين الأفضل في المرحلة دي ومين اللي لازم يكون في الملعب؟ ومحمد هاني من الأوراق طبعا اللي بتحظى أيضا بدعم قطاع كبير جدا من الجماهير وبتقول أنه يستحق التواجد بقوة في المباريات، بنيد صغير في السن، عنده القدرات البدنية، عنده السرعة، عنده القدرات الدفاعية والهجومية والشخصية والرؤية في الملعب. دي أمور طبعا أولا وأخيرا من حق الجهاز الفني وقرار من قرارات المدير الفني ومن صلاحياته، بالتأكيد ما فيش خلاف على ده، لكن محمد هاني من اللاعبين الجمهور متنبئ لهم يكونوا لهم مستقبل كبير جدا إن شاء الله في عالم كرة القدم على المستوى المحلي والدولي، وأيضا متوقع أنه يكون له بإذن الله شأن كبير جدا مع النادي الأهلي، ونتمنى يكون جاهز وفي أفضل حالاته لأنه هيكون من القوة الضاربة للفريق بإذن الله. اللاعب يكتفي بالجري حول الملعب في بداية مران الفريق اللي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، وبيستكمل برنامجه التأهيلي طبعا ده بالنسبة للنجم رمضان صبحي. ومحمد هاني أيضا اكتفى بالمران في الجيم، وعملية التأهيل والتجهيز مستمرة، ويتم تحديد موقفه كمان فيما يتعلق بإمكانية خوضه للمباريات أو مشاركته في المباريات القادمة. شارك أيضا محمد هاني في جزء من المران الجماعي للفريق أمس، وأدى اليوم تدريبات على هامش هذا المران جلسة تدريبية في الجيم للتخلص بشكل نهائي من الإصابة العضلية اللي كان بيشكو منها. أيضا إسلام محارب، طبعا الجهاز الطبي بيعلن أنه 10 أيام تفصل عودة إسلام محارب أو تفصلنا عن عودة إسلام محارب للتدريبات الجماعية، اقترب من عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية وبالتالي إمكانية الدفع به حسب رؤية الجهاز الفني في المباريات المقبلة بعد طبعا الآلام اللي عانى منها وشكواه في الفترة الماضية واللي أبعدته عن المباريات والتدريبات الجماعية. وبرنامج تأهيلي أيضا لكابتن ونجم الفريق حسام عاشور استعدادا لمواجهة المصري، هيتحدد طبعا الأمر وفقا للفحص اللي هيخضع له نجم الفريق، نجم خط وسط الفريق كابتن حسام عاشور، وتحديد إمكانية الدفع به في المباريات القادمة بعد الفحص الطبي اللي هيخضع له، وهو أيضا بيخضع لبعض التدريبات العلاجية والتأهيلية تحت إشراف ومتابعة الجهاز الطبي.
وبرنامج استشفائي لمروان محسن. أيضا كان في شكوى من بعض الآلام والإجهاد العضلي عند مهاجمنا طبعا مروان محسن، وده أدى إلى أيضا خضوعه لبعض الفحوصات الطبية وخضوعه لبرنامج أو تطبيقه وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي حتى تكتمل جاهزيته البدنية والطبية ويكون جاهز إن شاء الله بقوة للانضمام إلى الفريق في المباريات المقبلة. وكدمة من احتكاك في الملعب خلال التقسيمة أو المران نفسه لمحمود وحيد في مران الأهلي بعد طبعا تدخل مع زميله ياسر إبراهيم، لكن خضع للفحص الطبي للإطمئنان عليه بقيادة طبعا وبصحبة ذهب للخضوع للفحص الطبي بصحبة طبيب الفريق الدكتور خالد محمود، واطمأنين عليه وإن شاء الله الإصابة ما تكونش مؤثرة ويعود بسرعة جدا للمشاركة مع زملائه في التدريبات وإمكانية الاستعانة به والدفع به في المباريات. عندنا تفاصيل أكتر هنتعرف عليها، نشوف مين اللي جاهز بنسبة 100%، مين اللي موقفه محسوم وإمكانية الدفع به في المباريات اللي جاية حسب رؤية وحسب احتياجات ومطالبات الجهاز الفني في المباريات القادمة بدءا من مباراة المصري، ومين اللي تحدد بالفعل أنه لسه محتاج وقت أكتر لتجهيزه وعلاجه في الأيام القادمة، والفترات اللي أعلن أنها هي اللي هتحدد أو هتنهي فترة علاج كل لاعب حتى يعود للتدريبات والمباريات. ده هنعرفه وهنعرف تفاصيل أكتر عن هذه الأمور الطبية والعلاجية الخاصة باللاعبين ومدى جاهزية نجومنا والقوة الضاربة للفريق الأول في النادي الأهلي. معانا على الهاتف زميلنا ومراسل قناة النادي الأهلي شريف شعبان. مساء الخير يا شريف وأهلا بيك. أهلا بيك أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا وإحنا سامعينك، يا ريت تقول لنا كل التفاصيل وكل ما عرفته من خلال وجودك في تدريبات ومتابعتك لتدريبات الفريق في التتش. خليني أقول لك إن التمرين كان في الرابعة عصرا، يمكن قبل بداية التمرين كان للجهاز الفني اجتماع في أرض الملعب مع اللاعبين، اتكلم فيها الأول مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ عن تقديم عرض مشرف، عن خلاص نسيان الماضي، فتح صفحة جديدة مع الجماهير ومع مجلس الإدارة، يجب استثمار كل مباراة الفترة القادمة والفوز عشان مصالحة الجماهير. تكلم فيها لسارتي عن التركيز ثم التركيز واللعب بدون ضغوطات ويلعبوا كرتكم العادية خالص، ما يخافوش من حد في ظهركم، المجلس في ظهرهم، الجماهير في ظهرهم، يلعبوا كورة ويأدوا كورة علشان يبقى في نتائج إيجابية. يمكن بعد هذه الجلسة اللاعبين عملوا تدريبات او عملوا احماء، وبعد كده هو قسموا المجموعات بالكره، وبعد كده كان في فقره للضغط على الخصم واختتمها بتقسيمه يمكن كبيره. خليني اقول لك في وهو المران شغال او في التقسيمه الكبيره وهي شغاله، طبعا مستر سارتي كان حاول يخفي اوراقه وعمل ماكس بين الفرقتين عشان خاطر التشكيل ما يبانش، كان في صد خبطه كده للاعب محمود وحيد خرج على اثرها من المران، يمكن راح له الدكتور خالد محمود وقال له لازم تخرج من الملعب. طبعا الى الان لسه ما اتضحش اصابه اللاعب ايه، حجم غيابها، يعني لسه ما بطلعش اي تصريحات رسميه من مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدي تعليمات ان ممنوع حد يتكلم من الجهاز الطبي خالص او يصرح باي حاجه تخص اي صحه لاعب او اصابه لاعب الا عن طريق مدير الكره وهو الكابتن سيد عبد الحفيظ. وحتى طبعا بنحترم وجهه نظر الكابتن سيد ان هو عنده حق، لازم يكون خروج كل حاجه عن طريق مدير الكره فقط لا غير. يعني موقف محمود وحيد لسه لم يعلن حتى الان، ومدى يعني شده اصابته اللي تعرض لها اليوم واذا كانت ستؤدي الى غيابه ام هو موجود في المباريات وسيشارك في المباريات اللي جايه، ده لم يحدد حتى الان او لم يعلن حتى الان. لم يعلن الى الان، بس انا بقول لك من شكل الاصابه انا شايف اصابه عاديه، دي وجهه نظري انا بتفرج على التمرين بره، انا قريت في المواقع ان اصابه قويه جدا لمحمود وحيد، لا ولا قويه ولا حاجه، الراجل خد خبطه الدكتور كشف عليه خرج معاه. قويه فين يعني؟ ما انا مش شايفها قويه لكن الله اعلم. دكتور يعني هو اتحرك من الملعب وقام مشي بشكل عادي مع دكتور خالد وخرج من الملعب وهو ما كانش عنده الم شديد او شكاوى كبيره بعد الالتحام ده. لا انا شايفها اصابه عاديه خالص، ممكن تكون خبطه بس، فالدكتور خالد ممكن يكون فضل يريحه ما فضلش يكمل التمرين، وارد طبعا ما اتكلمش، لكن انا ما قريت التصريحات الصراحه اتصدمت، قلت فين تمرين قويه اصابه قويه فين؟ انا الراجل خارج مع الدكتور خالد، الراجل خرج مع الدكتور خالد ماشي على رجليه عادي، يعني لو اصابه قويه لا قدر الله كان هيبقى مش قادر يمشي على رجليه، كان هيبقى طالع بيزوك جامد، انا شايفها عاديه جدا يعني. طب اسمح لي يا شريف عشان قلنا كمان اخبار متابعه مجموعه من النجوم في فقره الاخبار، عايزك تعقب عليها وتقول لنا التفاصيل الموجوده معاك بشان هذه الاسماء، طبعا مع حفظ الالقاب للجميع ودون ترتيب، يعني حسب المعلومات المتوفره امامك وترتيبها. عندنا حسام عاشور، مروان محسن، رمضان صبحي، محمد هاني، دي الاسماء، واسلام محارب.
اسلام محارب النهارده كان بيجري تمرينات تاهيليه، يمكن يبدو ان اسلام خارج هذه خارج مواجهه المصري يوم الخميس. اسلام بقاله كام فتره، بقاله كام يوم بيتاهل، فاسلام من الوهله الاولى كده خارج هذه المباراه. رمضان صبح النهارده كان بيجري تدريبات، يمكن جري حوالين الملعب وتدريبات جيم، هيبان بكره لو نزل تمرين بكره هيبان. حسام عاشور ايضا نفس القصه، محمد هاني نفس القصه، النهارده ما شاركوش، ولكن بكره احتماليه مشاركتهم وارده. لو بكره شاركوا يبقى ليهم نصيب في هذه المباراه، لو ما شاركوش في تمرين بكره يبقى خلاص هم خارج المباراه. ولكن يعني هيحسم بكره حسب تصورك ومتابعتك للتدريبات، الموقف الطبي وامكانيه الدفع في المباراه القادمه بكل من محمد هاني ورمضان صبحي ومش عارف اذا كنا فقدنا الاتصال مع عاشور، وحسام عاشور، يبقى الثلاث اسماء دي هتتحدد جاهزيتهم ومدى امكانيه مشاركتهم في مباراه المصري غدا، ده يتم تحديده ان شاء الله. تمام، لكن محدش يقدر يجزم ان هم خارج هذه المباراه، لان هم ممكن بكره يشاركوا في التمرينه. لو شاركوا بكره في التمرينه موجودين في المباراه، ما شاركوش بكره في التمرينه طبعا مش هيبقوا موجودين، هيبقى في صعوبه جدا مشاركتهم يوم الاربعاء، لان يوم الاربعاء هتبقى التمرينه صباحا وهيغادروا السويس، ما افتكرش هيبقى ليهم نسبه مشاركه. كل ده هيتضح بكره باذن الله في المرات. في ايضا شريف اكرامي، شريف اكرامي اتقال ان واخد اذن، شريف اكرامي ما بيشاركش في التمرينات. شريف يمكن اول امبارح عمل تمرينه قويه جدا، يمكن شعر ببعض الالام، فالجهاز الطبي فضل راحته، فالراجل اكتفى بتدريبات الجيم الجري حوالين الملعب امبارح والنهارده. لكن وفقا للبرنامج التدريبي المحدد له هو موجود في المران الجماعي بكره ان شاء الله. 99% باذن الله بكره شريف موجود، ولكن انا سمعت ان في اذن، وكما كانش في اذن ولا حاجه، الراجل موجود متواجد في النادي الاهلي وبيجري حوالين الملعب وعمل تدريبات الجيم، وباذن الله موجود بكره باذن الله. علي لطفي على الجانب الاخر مع مصطفى شوبير مع الشناوي، بيأدي تمرينه قويه جدا النهارده في حراسه المرمى مع الكابتن طارق سليمان. علي لطفي ما شاء الله نمسك الخشب، ربنا يحميه باذن الله، عامل النهارده تمرينه قويه جدا، عامل تقسيمه الكبيره النهارده كان عاملها كويس جدا. مصطفى شوبير الحارس الواعد الصاعد النهارده بيقدم مستوى كمان يعني ابهرني انا كمتفرج بره. لا الاهلي يمكن حراسه مرمى بخير الحمد لله. خليني اقول لك كمان ان كان بيشاهد المباراه النهارده من الخارج طبعا نجم النادي الاهلي السابق الكابتن اسامه حسني. يمكن زي ما قلت لك بكره هيكون التمرين في الرابعة عصرا، يوم الاربعاء هيكون في العاشرة صباحا، وبعد التمرين هيكون في وجبة الغداء، وثم السفر الى السويس المبيت لليلة مباراة طبعا الاهلي والمصري او المصري والاهلي يوم الخميس باذن الله. نتمنى باذن الله الفوز يكون من حليف النادي الاهلي. شريف، الحالة العامة بعد ما شوية كان في زعل الفترة اللي فاتت من الحالة الفنية، يعني كان في حرص على اللقاء مع اللاعبين وانه يكلمهم شخصيا الكابتن محمود الخطيب يوجه لهم بعض الرسائل المتعلقة بطريقة تعاملهم مع الضغوط النفسية والفنية الخاصة بالمباريات وازاي يحرروا نفسهم منها، شايف قد ايه في جانب ايجابي النهارده في تعامل اللاعبين مع التدريبات ومع الجزء المتبقي من عمر الدوري الممتاز، وان الفرصة باقية بحساب النقاط، ان الاهلي ان شاء الله في حالة الفوز الكرة في ملعبه لو فاز بكل لقاءاته القادمة يحسم الفوز بالدوري ان شاء الله. لا انا بطمنك يا استاذ محمد وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الحاله العامه كويسه جدا، الحاله المعنويه مرتفعه جدا، النهارده بيادوا التمرينات بكل قوه. يمكن التقسيمه الكبيره اللي كان مستر لاسارتي وقفها كذا مره علشان خاطر يصلح الاخطاء، الكل يعني بيادي هذه التمرينه بقوه، الكل بيحاول يثبت الراجل ان هو الاقدر بحجز مكان في التشكيله الرئيسيه في المباراه المقبله. لا الحاله مطمئنه باذن الله بدرجه كبيره جدا، الكل متعهد على بقى فتح صفحه جديده مع الجماهير، فتح صفحه جديده مع مجلس الاداره. كابتن محمود الخطيب رمى الكوره في ملعبهم، عمل كل حاجه، مجلس الاداره عمل كل حاجه، الجماهير بتنادهم، الجماهير في ظهرهم، فخلاص لاعبي النادي الاهلي متعهدين باذن الله على تقديم عرض مشرف في الفتره في المجتمع المباريات المقبله، وتقديم يمكن يعني الفوز كاقل هديه والحصول على بطوله الدوري لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي طبعا متمثله في رمزه طبعا رئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب. طيب اخيرا، الجمهور كمان كان بيتمنى يبقى في وقفه من الجهاز الفني، مستر لاسارتي، كابتن يوسف، كابتن سيد، كل النجوم الموجودين في الجهاز الفني، مع فكره ازاي نستفيد بالربع فرصه ونص فرصه للتهديف، لان الفتره اللي فاتت كان في مباريات فنيه الكل اجمع انه فنيا الاهلي كان متفوق فيها في فترات منها، وكان بيضغط بشكل كبير جدا على المرمى المنافس، وده مش بيترجم لاهداف، واحنا مش متعودين النادي الاهلي بيضيع الكم ده من الفرص. هل لمحت او تابعت ولمست ان فيه اهتمام وشغل كبير الايام دي من الجهاز الفني لتصحيح الاخطاء دي؟ طيب بص يا استاذ محمد، انا اقول لك يمكن انا لو بتفرج على تمرين الاهلي مثلا 7-8 ايام في او 7-8 مرات، خليني اقول لك ان فيهم 4-5 ايام فيهم تدريبات تخصصيه على الجول. بمعنى ايه؟
بمعنى بيبقى الراجل عامل فقره مخصصه فقط لانهاء الهجمات. الطرف اليمين لازم يخش فروق الثاني والطرف الشمال يخش فروق الثاني، اقتراحات من العمق، طريقه تفنيش الهجمه. الراجل بيعمل تمرينه تخصصيه على الجول، كيف يعني عشان الفرو دي يعرف يجيب جول، او الطرف اليمين او الطرف الشمال يعرف يجيب جول، اختراقات من العمق، اوفرات من اليمين، اوفرات من الشمال، الاطراف تخش ازاي تبقى فرو الثاني، او الراجل يخش من العمق يبقى فرو الثالث. كل ده اشتغل عليه الفتره اللي فاتت، يمكن عمله فتره كبيره جدا، وشايف ان كله بيتالق فيه، مروان، عزارو، الشحات، الشيخ، يعني اسامي، محمد شريف، يمكن كله بيتالق وكله بيحرز اهداف، جلاردو، كله بيتالق. ولكن في يوم المباراه بيبقى التوفيق، لو التوفيق غايب خلاص. ولكن الراجل بيشتغل في التمرين على تنويع طرق الهجوم في الملعب، بيشتغل على تنويع طريقه الهجوم والوصول لمرمى المنافس. أنا شفت بعيني تنويع من اليمين، من الشمال، من العمق، تدريبات تخصصية عشان اللاعب يعرف يحرز هدف، وبالفعل كل في التمرين بيحرز أهداف، مش هقول لك أهداف عادية، أهداف عالمية كمان، ولكن يوم المباراة ممكن التوفيق يغيب بإذن الله بإذن أكيد الله. ده بيحصل القادمة وإن شاء الله نشوف الأهداف بالكواليتي وبالجودة والكفاءة اللي بتكلم عنها دي يا شريف في المباريات اللي جاية إن شاء الله، ونشوف الشغل ده بيترجم لتفوق كبير لفريقنا وللنادي الأهلي في الملعب إن شاء الله. القصه كلها توفيق باذن الله، يكون الفتره القادمه في توفيق مع لاعبي النادي الاهلي على نهائي الهجمات باذن الله، يكون الفوز حليف النادي الاهلي في 8 مباريات بدايه من مباراه المصري باذن الله، والاهلي يفنش الدوري باذن الله حصولا عليه عشان مصالح الجماهير ومجلس ادارته باذن الله. بشكرك جدا الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، وهذه المعلومات وهذه المتابعه للحاله الفنيه والتدريبات والاستعدادات لمباراه المصري ومدى جاهزيه نجومنا كمان والغيابات الموجوده في صفوف الفريق، واللي هتحدد بنسبه كبيره زي ما قال في هذه المداخلة الهاتفية غدا إن شاء الله. عدد كبير من نجومنا هيحسم موقفه ومدى جاهزيته فنيا وطبيا للمشاركة من عدمه في المباراة القادمة أمام المصري، ده هيحسم إن شاء الله حسب تصريحات زميلنا شريف شعبان ومتابعته وتواجده مع الفريق في استاد التتش في النادي الأهلي إن شاء الله غدا، وتكون الصفوف مكتملة وتكون الأوراق المتاحة والبدائل كثيرة جدا أمام لاسارتي والجهاز الفني من أجل اختيار أفضل العناصر، وإنه كمان يبقى عنده مرونة في الجانب الخططي تظهر وتكون متاحة له نظرا لتنوع العناصر وقدراتها الفنية الموجودة أمامه، والاختيارات تكون كثيرة أمامه والبدائل الكثيرة في المباريات القادمة، لأن ده بيدي أفضلية للفريق ولأي جهاز فني في استخدام وفي عملية التبديل في الملعب وعمليات الإحلال خلال المباراة الواحدة، واللي بتخليه قادر يتعامل مع الظروف المختلفة فنيا حسب قدرات المنافس في كل مباراة. شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان. خبر آخر ولكن بعيدا عن النادي الأهلي، على صعيد الرياضة في مصر بشكل عام والتعاون المصري العربي في مجال الرياضة، ترتيبات بقيادة الدكتور أشرف صبحي اللي بيتولى رئاسة الاجتماعات أو الدورة رقم 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب. عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعه رقم 63 اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي وعضوية وزراء الشباب والرياضة العرب في الدول الآتية: الأردن، الإمارات، تونس، ليبيا، السعودية، المغرب، سلطنة عمان، الكويت، مصر، فلسطين، العراق. طبعا مصر بطبيعة الحال نظرا لوجود مصر ليس فقط في العضوية ولكن لرئاسة مصر لهذا المكتب، بطبعا حضور وإدارة هذا المكتب عن طريق الوزير المصري الدكتور أشرف صبحي. وناقش الاجتماع عدد من مشروعات العمل والشراكة في المجال الرياضي وترتيبات المحافل الرياضية الخاصة بالمرحلة القادمة، واللي هنأتي على ذكرها تباعا في حلقاتنا اللي جاية وهنناقشها إن شاء الله من خلال فقراتنا المتنوعة واللي بتناقش عدد كبير من القضايا الرياضية، ليس فقط ما يتعلق بالنادي الأهلي وإنما المجال الرياضي في مصر بشكل عام، وليس فقط أيضا ما يتعلق بكرة القدم ولكن التطوير والنهوض بالرياضة على مستوى مصر والعالم العربي بشكل عام، ده هنتابعه خلال الفترة اللي جاية، والفعاليات اللي بيتم العمل على التنسيق بشأنها وترتيبها بين مصر وأيضا الوزير المصري والوزراء المماثلين في الدول العربية الشقيقة الممثلة في هذه الهيئة وفي هذا المكتب، المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب. طبعا من الموضوعات اللي هتطرح النهارده للنقاش فكره الدوري الانجليزي والمنافسه بين النجوم، شفنا المشاهد اللي طبعا بتحظى باهتمام وجدل كبير جدا واثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي السوشيال ميديا على المستوى الدولي وليس في مصر فقط، فكره تفكير كل لاعب في احراز الهدف، فكره حسابات اللاعبين والروح الرياضيه الموجوده بينهم وروح الاخوه والصداقه رغم المنافسه بين لاعبي الفريق الواحد لمن يكون النجم ومن يحصل على اكبر قدر من النجاح الجماهيري والاعلامي او الدعم الجماهيري.
ده شفنا طبعا روح رياضيه اللي كانت موجوده عند نجمنا محمد صلاح لما اهدى جائزه لزميله واحد من اصحاب الخبرات طبعا في الفريق ميلنر، لانه شاف انه ميلنر يستحق هذا التكريم في مباراه كان فيها افضل لاعب هو محمد صلاح، لكن فضل واثر ان يمنح هذه الجائزه لزميله الانجليزي ميلنر لانه كان بيخوض مباراته رقم 500، فشاف ان الحدث ده وهذه المناسبه ممكن تكون فرصه، وهو يعني اضاف لها أكثر بأنه أعطى أو منح هذه الجائزة لميلنر. على الجانب الآخر كان في شوية مشهد فيه قدر من الحساسية في الملعب لما ميلنر قرر أن يأخذ الكرة من محمد صلاح ويسدد ضربة الجزاء اللي تسبب فيها محمد صلاح أو اللي قام وخاض اللعبة اللي وصلت أو أوصلت الحكم لهذا القرار، وكانت هي نقطة الحسم بإحرازهم الهدف الثاني في مرمى كارديف سيتي. طبعا الامور دي موجوده في العالم كله، شفنا ده في مشاهد سابقه، والجمهور العربي والمصري دايما بيتعامل بحساسيه مع اي امور تتعلق بمحمد صلاح، فكره انه هل اللاعبين دايما متعاونين معاه ولا لا، هل في غيره من نجوميته والارقام والاحصائيات اللي حققها وكسرت الدنيا. طبعا الموسم اللي فات كان النجم الاوحد في صفوف الدوري الانجليزي او الاكثر بريقا، وكان متوهج بشكل كبير جدا في الدوري الانجليزي، وكان بفارق كبير عن اقرب منافسيه لانه احرز عدد من الالقاب، ده بالاضافه كمان للنجاح الكبير جدا الاعلامي والجماهيري على المستوى الدولي، وده ظهر في حجم المطالبات بظهوره في المواد البرامج التسويقيه والفقرات الاعلانيه في العالم والعروض اللي بتقدم له الى اخر هذه الامور. هو حاله نادره جدا الموسم اللي فات والموسم ده كان فيه جدل هل محمد صلاح بيأدي بنفس المستوى ولا لا، واعتقد ان في اجماع في الاراء حتى لو هو مش بيأدي بنفس مستوى الموسم اللي فات لكنه على الاقل من الاوراق المؤثره جدا ومن الكي بلايرز في صفوف ليفربول، وان خروجه من الملعب بيكون مؤثر بشكل سلبي ووجوده في الملعب بيكون من نقاط القوه امام اي منافس مهما كانت قوه المنافس الموجود امام ليفربول سواء على مستوى دوري انجلترا البريمير ليج او الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا. هنشوف الايام اللي جايه هيحصل ايه، ولكن بالتاكيد الجهاز الفني ليفربول قادر على احتواء اي امور بتحصل او اي حساسيه ممكن تحصل في موقف او اخر بين اللاعبين لاعبي الفريق الواحد، لان اللاعبين بيعندها حسابات النجوميه، احيانا اللاعب بيفكر بمكانته انه قائد للفريق ان هو كمان من حقه طموحه في احراز الاهداف، فضلا عن ترتيب اللاعبين اللي بيبقى له نظام موضوع من الجهاز الفني طبعا تبعا لاتقانهم ضربات الجزاء. واعتقد ان هو ميلنر مصنف انه رقم واحد في احراز ضربات الجزاء او نمره واحد في اختيارات الجهاز الفني، دي المعلومه اللي عندي حتى الان واتمنى تكون دقيقه، لكن في النهايه اعتقد ان الامر سيتم تجاوزه سريعا وان هم هيتعاونوا مع بعض في اطار كمان انشغالهم بمنافستهم مع مان سيتي في الدوري الانجليزي وارتباطاتهم اللي جايه المهمه جدا واللقاءين في قمه الصعوبه بين ليفربول وبرشلونه، فالامر لا يحتمل انهم ينشغلوا بهذه الامور، وده هيكون من الموضوعات اللي بنناقشها مع نجومنا في استوديو الاهلي الليله. طبعا احنا عندنا عدد من الفقرات، خلونا نوجه كمان العزاء نظرا لوفاة زوجة الكابتن زكريا ناصف نجم واحد من نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا ورموز النادي الأهلي وشخصيات كثيرة جدا من كبار النجوم في تاريخ الكرة وتاريخ الرياضة المصرية وتاريخ النادي الأهلي، من كبار نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي الكل حريص على التواجد، وفي مقدمته الكابتن محمود الخطيب طبعا زميل وصديق الكابتن زكريا ناصف وزماله في الملعب ومشوار كبير من النجاح المشترك لهما في الملعب سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر، فضلا عن أسماء كثيرة جدا احنا بنوجه له باسم أسرة البرنامج وأسرة قناة الأهلي خالص العزاء. كابتن زكريا له طبعا يعني معزة كبيرة جدا واحترام عندنا كلنا لأنه من الشخصيات الراقية جدا والمتحضرة واللي دايما سلوكها أكثر من رائع ودايما بعيد عن أي مهاترات أو تجاوزات أو أي أمور فيها توتر مبالغ فيه أو بعيد عن الروح الرياضية وعن الأخلاقيات اللي بتتمنى أنها تبقى سائدة في الوسط الرياضي. يعني له وللأسرة إن شاء الله الصبر والسلوان، له الصبر والسلوان هو والأسرة إن شاء الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة الراحلة زوجة الكابتن زكريا ناصف رحمها الله، وطبعا خالص العزاء للكابتن زكريا وللأسرة الكريمة. بكده بنصل مع حضراتكم لختام فقرتنا الأولى، وبعد فقرة الأخبار ومتابعتنا الأخبار الفريق الأول وبعض أخبار الرياضة من داخل وخارج مصر هننتقل لفقرات الحوار بعد الفاصل في الأهلي الليلة.
مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، ولكن بعتذر عن انه اللي بدانا بيه الترتيب اللي اشرنا له في البدايه شويه متغير، بعض الامور او تفاصيل طبعا بعيده عن المحتوى الفني، ولكن في النهايه اللي هيبدا معانا وبنشرف بوجوده معانا وسعداء بوجوده معانا على شاشه قناه الاهلي هو كان من المهاجمين. شفنا مهاجم قوي بدنيا، وقالوا انه مهاجم من اللاعبين اللي عندهم قدرات عاليه جدا وقت انضمامه للنادي الاهلي، وشارك لفتره كان من مهاجمي النادي الاهلي في فتره سابقه، واستمر مشواره مع كره القدم، وبعد ان ترك النادي الاهلي واكمل تجربته كلاعب كره محترف انتقل بعد عدد من التجارب لنادي اف سي مصر، ووصل الى الصعود الى الدوري الممتاز، وهو تالق مع زملائه وصعدوا رسميا للدوري الممتاز، هيكونوا ان شاء الله ضمن فرق الدوري الممتاز في الموسم القادم باذن الله. هنتكلم عن هذه التجربه، تجربه نادي اف سي مصر وطموحات هذا النادي وقدراته فنيا والرؤيه الفنيه للنادي فيه وظل وجوده في الدوري الممتاز وقدراته التمويليه والصفقات اللي ممكن تكون اضافه له وطموحاته بالبقاء والمنافسة والتواجد بقوة وشخصيته في الدوري الممتاز، أم يمكن أن يكون مثل الفرق التي تظهر لموسم واحد وتختفي من جديد. كابتن رضا الويشي لاعب كرة القدم في نادي وواحد من نجوم نادي اف سي مصر ولاعب النادي الأهلي سابقا، أهلا بيك وسعداء بوجودك معنا النهارده. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. الله، أنا سعيد جدا في قناة النادي الأهلي دي، بيتك طبعا. طبعا يعني، وأنا بتشرف أن أكون موجود في المكان ده. طبعا أنا سعيد أن أكون مع حضرتك. ربنا يخليك، بتسعدنا بوجودك معانا كابتن رضا. وفاكرين وقت انتقالك للنادي الاهلي كان دايما الرهان عليك في الوقت ده على انه من المهاجمين اللي عندهم القدرات البدنيه، الطول والقوه البدنيه والالتحامات، انا فاكر ده اللي كان دايما بيقال عن صفقه انتقال رضا الويشي للنادي الاهلي، فاكر الايام دي؟ طبعا طبعا، انا عمري ما انسى اليوم اللي انا رحت في النادي الاهلي طبعا. بس انا يعني عشان بس الواحد يوضح حاجه، انا لما رحت كان في ناس تقيله جدا. يعني انا كنت لسه عندي 21 سنه لسه في المنتخب الاولمبي، وكنت بلعب في الدرجه الثانيه وبلعب مع متعب فلافي اسامه حسني بلال منتهى الصعوبه عبد الحميد حسن، فطبعا الخمسه بس يعني اي حد كان بيتخض منهم. يعني كنت بتعمل ايه طيب ما دام بدانا يعني ما دام لا بالعكس انا يعني قد لما لعب طبعا كان نفسي اكون يعني اخد فرصه اكتر من كده، بس الحمد لله انا بقول لك يعني انا سعدت ان انا اكون في الجيل اللي حقق تاريخ كبير قوي للنادي الاهلي، يعني جيل عظيم يعني لسه قدام فتره كبيره قوي عم يتكرر الصراحه. يعني لما رحت كنت مخضوض من المنافسه من حجم النجوم الموجودين، وطب فرصتي والله هشارك ولا لا؟ دي دايما لا بالعكس، انا الحمد لله كنت يعني رايح كنت بلعب في المنتخب الاول، كنت قوي يعني قبل ما اروح رحت المنتخب الاول، ما رحتش المنتخب اللي في سني. فطبعا كان بعد كاس الامم الافريقيه 2006 طبعا كنت مخضوض بقى طبعا، ده يعني كنت قاعد بتفرج على الناس في البطوله، فالحمد لله لقيت نفسي مع الناس دي، وما كانش الحمد لله بس كان ليا طموح ان انا في السكه بيجي لك فرصه او اتنين طبعا تلعب مع ابو تريكه وبركات والناس دي هتلاقي فرص كتير طبعا، لكن الحمد لله الواحد يعني زي ما قلت لك الواحد كان محظوظ انه قابل جيل عظيم زي الجيل ده احتراما وكوره وفنيات وكل حاجه. حتى لو فرصه التواجد بقوه او المنافسه والتواجد في الملعب لفتره طويله مع النادي الاهلي ما كانتش متاحه نظرا للمنافسه اللي اتكلمت عنها، لكن اكيد اتعلمت حاجات من خلال وجودك في النادي الاهلي. ايه؟ طبعا في مبادئ وفي احترام وفي لعيبه كبيره جدا 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 ليها اساميها وليها قيمتها، في التزام، مفيش حد في انضباط، مفيش حد بيحيد عن الطريق، في هدف واضح ان انت تاخد تلعب تكسب بطوله بس ومعك جمهور عظيم يعني ما. فطبعا دي حاجه بتبقى الواحد كان في قمه السعاده ان هو بيشوفها. ايه النصيحه اللي عمرك ما بتنساها سواء اللي قالها لك مسؤول كبير في النادي الاهلي او واحد من النجوم السابقين او من نجوم جيلك من زملائك اللي كانوا موجودين الاكثر خبره؟ يعني دلوقتي انا حاسسها الصراحه، كان مستر مانويل جوزيه قبل الماتشات يجي يكلم اللعيبه يقول لهم شفتوا الجمهور ده؟ الجمهور ده كله جاي دافع فلوس وجاي بدري وجاي ينام على رصيف وجاي يساب اهله عشان انت بس تدخله فرحه ان انت تكسب، انت مش هتديله فلوس ولا هتديله حاجه، لا ده يبقى في قمه السعاده اما تروح مبسوط. يعني تكسب تروح الناس دي مبسوطه، يعني دي الصراحه يعني ان دي مسؤوليه اللاعبين دي حاجه جمهور. كبيره ان مثلا جمهور عظيم يعني ناس كبيره، ناس كبيره وناس صغيره وناس في العمر وناس سايبه بيوتها وناس قاطعه مسافه كبيره واسره كامله رايحه تشجع واطفال يعني انت مش هتدي حاجه انت بس تكسب هيبقى يعني مبسوط تسعد الناس دي طبعا. فدي كانت يعني عمري ما انسى الحاجه دي ابدا. يعني غير كده بقى الناس الكبيره ابو تريكه بركات الناس دي الواحد اتعلم منهم ازاي هو نجم كبير جدا في التزام وفي تواضع وفي انضباط في الملعب حاجه يعني. ومتهيألي كمان شكل الفريق فنيا ونجاحه في الفتره دي، شكل التدريبات والجوانب الخططيه متهيألي اتعلمت منها حاجات كتير قوي. انا طبعا بقول لك انا حضرتك انت بتلعب معاك 25 لعيب كلهم نجوم، مفيش واحد يعني كلهم نجوم، لكن لا تسيطر على المجموعه دي انها تأدي
بنفس الوضع، اللاعب اللي بينزل بيعرف واجباته عارف فالواحد انا بقول لك اتعلمت فنيا واخلاقيا وانضباطيا، فتعلمت حاجات كتير. بتحاول تنقل ده لزمايلك في اف سي مصر؟ اه طبعا طبعا، يعني انت بتلعب كمان على بطوله، لما تلعب في نادي بتلعب ضغط بطوله، يعني ده اللي حصل معانا اخر اربع خمس ماتشات. طبعا انت بتلعب عايز هو واحد بس اللي هيصعد، فطبعا ضغط، معاك لعيبه صغيره ومعاك لسه لعيبه ما اتحطتش في الموقف، خلاص دي مباريات كؤوس بقى خلاص. فطبعا انت محتاج ان انت تدي لعيب ثقه ان هو يقدر، ان انت تقدر، بس محتاج شويه تعب واجتهاد. فدي الواحد الحمد لله الواحد كان بيحاول يعني يديها للعيبه اللي هو اتعلمها من الناس اللي اكبر منه في الفتره اللي الواحد كان صغير فيها يعني. طيب طبعا ما بدأناش بالتهنئه، مبروك الاول الصعود للممتاز، وان شاء الله تكونوا اضافه وتكونوا لكم بصمه في الدوري الممتاز. لو حبيت تتكلم شويه عن نادي اف سي مصر هتقول لنا ايه مواصفات النادي ده، زملائك فنيا، قدراته الماليه، رؤيه النادي بعد تاهلكم رسميا للممتاز، بدا التفكير في النادي يدور عن صفقات جديده، عن اضافات، عن ميزانيه اكبر للفريق، يعني ايه الشكل اللي هنشوف عليه اف سي مصر؟ انا بجد انا واحد محظوظ ان انا لعبت في النادي ده. يعني النادي في قمه الاحترام، ناس يعني انا كنت بلعب في السعوديه لما جيت ما كنت خايف، كنت بلعب والحمد لله كنت ماشي كويس، ولما الكابتن محمد صلاح كلمني ان انا اجي النادي انا عارف النادي يعني من فتره ان هو نفسه يصعد الدوري ممتاز وكده، فالحمد لله جيت النادي. مش عايز اقول لك قابلت ناس قمه الاحترام، قمه الالتزام، فعندهم فكر كبير جدا ان هم يعني يبقوا في حته ثانيه خالص غير اللي احنا بنشوفه، ان الفرقه زي ما انت بتقول تصعد وتنزل والكلام ده. لا لان احنا عندنا تجربتين، انديه صعدت للممتاز في يوم من الايام وتدرجوا وبقوا من الفرق اللي دايما في المركز الخامس السادس دايما، ومبارياتهم مع فرق القمه مشكله في الدوري المصري، وبقت فرق لها شخصيتها، وفرق تانية كان احنا عارفين الظهور موسم في اخر الموسم هو من الاسماء اللي راجعه تاني. لا انا ان شاء الله النادي ده يبقى في حته بعيده خالص، فده الناس بتخطط فيه من هم لسه بيبداوا النادي، ان هم ليهم اسلوبهم وليهم يعني فكرهم، ان هم عايزين يطبقوا حاجه معينه، فالنادي ده هيبقى ليه شان كبير جدا جدا في الدوري الممتاز. طيب الاستعداد، تفتكر الاستعداد او اللي سمعه بالتعاون مع الجهاز الفني مع اداره النادي، لو بتقول لنا سبق يعني عايزين ناخد اخبار عن الفريق ده قبل ظهوره رسميا في الممتاز، هل في غطاء مالي جيد؟ هل في تمويل كويس؟ هل في صفقات متوقعه؟ ولا النادي واثق في انه هيعتمد على المجموعه دي، على الشباب الموجودين والمجموعه اللي صعد بيها بس؟ في لعيبه كويسه جدا لعبت معاها، يعني مجموعه كبيره جدا، معظم اللعيبه اللي موجوده لسه صغيرين في السن وحاجه لعيبه محترمه جدا، قابلوهم شان كبير جدا في الدوري الممتاز. ودي بقى بتاعت الاداره ان هم يجيبوا لعيبه او يسيبوا اللعيبه، دي مش بتاعتنا. لكن انا يعني النادي زي ما اقول لك ليه طموح كبير جدا ان هو يبقى في حته كويسه في الدوري الممتاز، مش ان هو يعني احنا حتى قبل ما نلعب كانوا الناس بتتكلم ان احنا يعني لما نصعد الدوري الممتاز ازاي ناخد الدوري؟ بجد ازاي ناخد الدوري؟ يعني على الاقل هنقول، خلينا نقول عشان تبقى مقبوله من الجماهير والجنده طموح. لا بجد يعني اول سنه بيتكلموا ازاي يبقى لنا شكل قوي جدا يعني في الدوري الممتاز؟ ازاي ان احنا مثلا اول سنه نحط نفسنا في حاجه كويسه، وازاي بعد كده ان احنا ممكن ناخد الدوري؟ يعني بجد يعني الناس ليهم بيفكروا في المستقبل، بيخططوا. انا بقول لك ناس محترمه جدا، كان مستر احمد خليل او مستر محمود حافظ، فناس يعني وناس كلها الصراحه يعني مش عايز اقول لك بجد دي تاني فرقه العب فيها احس ان انا في النادي الاهلي بامانه، شايف سيستم شغل ونمط بجد احس ان يعني ان كان عمال ان كان جهاز اداري وفني كل واحد عارف شغله، مفيش حد بيدخل شغل التاني. طيب ما هي الحاجات الفنيه دايما ما بين ان طبعا الانديه بتقول انا هثق في المجموعه اللي معايا اللي صعدت بيا للدوري الممتاز او صعدت بيهم للدوري الممتاز، وان ده القوام الاساسي للفريق، لكن احيانا حتى اللاعبين نفسهم بيقولوا طالما احنا وصلنا للممتاز محتاجين دعم، يعني محتاجين ميزانيات، محتاجين امور ماليه، محتاجين اضافات يختارها الجهاز الفني ومجلس الاداره ينفذها. هل انتوا كلاعبين شايفين ان انتوا مجموعه عندها كل المقومات اللي تخليكم تنافسوا في الممتاز، ولا محتاجين اضافات لان المنافسه في الممتاز اصعب واكتر؟ لا طبعا هو كل المرحله وليها ظروفها ومتطلباتها. يعني بقول لك احنا لما كنا بنلعب في الدرجه اللي احنا فيها دي الناس ما اثرتش معانا في اي حاجه خالص، كل اللي بتحتاجه تحس انت يعني وفر لك اي حاجه. فبدليلنا الحمد لله رب العالمين ان ربنا كرمنا وصعدنا بالفرقه دي، لان الفرقه دي تستحق من فتره كبيره جدا انها تكون في المكان ده. وطبعا انا شايف ان الناس يعني زي ما قلت لك الناس دي مش طالعه عشان تنزل، الناس دي هتعمل فرقة عندهم تفكير في المستقبل انهم يستمروا وينافسوا، فرقه قويه جدا، وهيبقى نادي ليه اسمه زي ما هو في الممتاز بيه. اقول لك الممتاز بيه ده النادي الاهلي بتاع الممتاز بيه، كل الفرقه عارفه كده، في التزام ماديا واخلاقيا وتعامليا، فحقك محفوظ في كل حاجه.
الناس دي هتبقى لها شأن كبير جدا بإذن الله في الدوري الممتاز بإذن الله. طيب خلينا نتكلم عن المباريات اللي كانت هي المحطات الرئيسية الفارقة مع نادي اف سي مصر في الصعود للممتاز. أصعب مباريات لعبتوها واللي فرقت معاكم قوي انكم كنتوا في حالة كويسة فيها. أصعب ماتش لعبته السنة دي ماتش القناة، كان 4-2، كنا مغلوبين 4-2 ويعني بدينا الماتش الدنيا شوية 2-0، بعد كده جبنا جون، بعد كده جه فينا جون، بعد كده جبنا جون، بعد كده جه فينا جون تاني. الحمد لله قدرنا نرجع للماتش 4-4 وقدرنا نكسب الماتش الحمد لله 5-4 في اخر الماتش. فده كان ماتش صعب جدا بالنسبه لنا. كان في ماتش بورتو برده كان صعب جدا، ماتش الزرقاء والماتش اللي فات ده كان صعب. فالماتشات كلها كانت صعبه جدا، لكن الحمد لله ان احنا كنا فرقه كفرقه واحده، الناس اللي بره والناس اللي جوه. انا مش عايز اقول لك الناس اللي بره كانت بتيجي تشجع كانك انت معاك جمهور بره، يعني الناس اللي بره 18، لكن هو دي سبب ان احنا الحمد لله ربنا عاملنا وفقنا ان احنا نكون في المكان ده في الممتاز. طيب ان شاء الله نشوف تجربه مختلفه ونشوف التفكير اللي قلت انه موجود عند الاداره في نادي اف سي مصر وعند اللاعبين وعند الاجهزه الفنيه، نشوف ده بينعكس على الدوري المصري، لان ده حاجه ايجابيه ان كل فريق هيصعد هيبقى عنده بلان وعنده خطه عمل انه يبقى متواجد وله دور وله بصمه وينافس ويبقى موجود وله شخصيه في الدوري المصري. ده هيعلي طبعا مستوى المسابقه طبعا. يعني غير الانديه انها تكتفي بس ان انا اصعد سنه والجمهور يعرفني وارجع تاني، يعني بتبقى حاجة محبطة جدا سواء لمستوى الدوري نفسه وللفريق اللي بيصعد. نتمنى تكونوا موفقين في تجربتكم إن شاء الله. كابتن رضا، النادي الأهلي وإحنا عارفينك محب جدا وعاشق للنادي الأهلي، شايف إزاي الأحوال الفنية في الفترة اللي فاتت وشايف الأمور إزاي وإحنا لسه عندنا الفرصة قائمة لحسم بطولة الدوري وعندنا مباريات مهمة جدا؟ أنا زعلان جدا الصراحة جد. يعني بعد ماتش صن داونز بعد المباراة طبعا حسام عاشور جاب اللعيبة اتكلم معاهم، انا ما اعرفش اتكلم في ايه. الجمهور طبعا شفت الجمهور كان قد ايه، وده طبيعي ان اللعيبه طبعا بقى له فتره كبيره ما بيلعبش مع جمهور عكس الجيل اللي فات. الجيل اللي فات كله كان شوف ماتش الاهلي والزمالك الاستاد مقفول 100,000، لكن طبعا ببقى مشفق عليهم طبعا. وخمسه برده ما كانت مستحيله، بس الناس برده كانت في ناس كتير كان عندها امل، لكن كنا بنقول انه بنسبه 90% الامر اتحسن، ان هو عودك ان ما فيش حاجه مستحيله. اكيد اكيد الجمهور اللي واثق في لعيبه الاهلي بيلعب جمهور عظيم، معاك لعيبه تقدر النادي نفسه يقدر ان هو يرجع ورجع قبل كده، لكن الماتش كان صعب. وطبعا مع كان حصل فرصتين ثلاثه في الاول، لو واحده جت منهم كانت ممكن تفتح او هدف سليم اتلغى وشويه يعني حاجات صعبت يعني الموضوع اكتر. اول كره في الماتش ده لو دخل الجون كان ممكن الماتش يفتح الهدف اللي في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني يعني كمان موقف الحكم في الماتش ده جيده. فطبعا كان الامور صعبه، بس انا يعني ماتش بيراميدز اللي فات ده كان نفس اللعيبه، يعني الجمهور ادك حاجه كبيره جدا. كان نفسك الفريق يردها في الماتش؟ انا كان نفسي. انت الماتش طبعا انت عارف الماتش بالنسبه للجمهور بيراميدز والاهلي وكلام كتير بيحصل ودلوقتي كمان المنافسه بيراميدز بينافس مع الاهلي والزمالك غير كل الحسابات التانية، بس في ماتشين فرق بس مش مشكله. الماتشين سامة كلم ان كان انا كنت منتظر ان اللعيبه يعني هتادي اداء اقوى من كده واحسن من كده، يعني ايه ترجع الثقه للجمهور الدالي بعد الماتش دي في الملعب في الماتش ده. لكن الحمد لله انا بقول لك لسه بدري ولسه الامور، يعني لسه الزمالك هيلعب بيراميدز، لسه الدوري طويل والمنافسه صعبه زي ما تشوف. الناس تحت برده بيكسب ماتش بيلاقي نفسه في معدي 4-5 مراكز. انبي من 3 أسابيع كان في الاخر وبتروجيت. ايه الحاجه اللي بتتمناها من الجهاز الفني ومن نجوم ولاعبي النادي الاهلي في المباريات اللي جايه، طالما النقاد بتقول انه لو كسب كل ماتشات يعني لو فزنا بكل ماتشاتنا ان شاء الله هناخد البطوله؟ لازم احس ان انا بلعب في النادي الاهلي. لازم احس ان انا بلعب ان الجمهور مش هيرضى غير ان انت تبقى الاول. مش هيرضى ان انت تبقى الثاني او انت تنافس بس. يعني زي ما اقول لك الناس كلها كانت بتقول لك الاهلي يركب مش هينزل. دي ثقه الناس خلاص تعودت على كده. لكن اللي حصل عادي ده وارد ان معاك لعيبه برده يعني زي ما اقول لك كده لسه وطبعا اصابات بقى اللي حصلت كتير خالص وكل يعني النادي الاهلي اكتر فرقه شاركت في بكميه لعيبه كبيره كتير جدا في بطوله افريقيا او في الدوري. فطبعا دي بتاثر على كيان الفرقه. يعني انت لعيب كوره محترف ولعيب سابق في النادي الاهلي وعندك خبرات دوليه، قول لنا، لان الجمهور كان مش فاهم اللي بيحصل الفتره اللي فاتت. الجمهور كان في صفقات جديده وفرت كل الاحتياجات الفنيه للجهاز الفني واسماء، اسماء الكل على ثقه، يعني في اجماع على انها مميزه. فالجمهور مش فاهم ايه سبب الخلل الفني اللي شفناه الفتره اللي فاتت، رغم ان الاهلي النهارده بحساب بقى الاسماء والصفقات الجديده والقايمه مليان نجوم. مفيش تجانس بين اللعيبه، انا كل ماتش بلعب بفرقه شكل. يعني عكس السابق، انت كان يعني عندك يعني ناس اساسيه موجوده في الملعب، يعني تغيير بيبقى طفيف جدا في الملعب. فطبعا كان الفرقه ماشيه، لكن دلوقتي الفرقه
ده بتصاب يخش واحد تاني، ده بتصاب يخش واحد تاني. فطبعا انا بتتمنى ثبات التشكيل، بتمنى ثبات التشكيل حتى بعد ماتشين ثلاثه. مش هيحصل دروب، ما فيش مشكله، بس لما اللعيبه تلعب مع بعض اكتر هتلاقي الامور تبقى احسن بكتير طبعا. يعني ثبات التشكيل افضل من فكره الروتيشن الكتير والتغيير طبعا الكتير. يعني انا رمضان يلعب ماتش وماتش يقعد، ماتش يبدا وماتش يقعد. حسين الشحات يلعب ماتش وماتش لا. وطبعا حسين الشحات ده انا نفسي بس اقول يلعب لعبك انت بس، ما تحطش نفسك تحت ضغط. بالعكس انت لعيب كبير والنادي الاهلي لو مش واثق في امكانياته هو ضخامه الصفقه حطاه اعلاميا وجماهيريا تحت ضغط، مش ذنبه يعني. أنا من اول يوم هو الناس مستنيه من كل لمسه، انا مشفق عليه، هو عايز يلعب، ان عايزين نشوف قيمه الصفقه كلها في كل لمسه في الملعب يعني. بالعكس بالعكس يعني اي لعيب بدا فهو عليه ضغوط كبيره جدا. بس هو لاعب في اجماع على كفاءته وعلى قدراته، شايف ان لسه عنده احسن من كده كتير. الراجل في العين كان احسن واحد في الفريق. طيب خلينا نكمل كلامنا عن حسين الشحات وعن نجوم الفريق والصفقات الجديده، ورايك في الدعم الفني اللي حصل في يناير فتره الانتقالات الشتويه للفريق، وهل النهارده في اي شيء فنيا ناقص او محتاجينه، ولا المجموعه دي قادره مع الجهاز ده لو وصلوا لاعلى حالات التفاهم والتناغم الفني بينه انهم يحققوا كل الطموحات المطلوبه من الفريق محليا ودوليا؟ هنسمع راي الكابتن رضا الويشي في هذه التساؤلات والاجابه عنها بعد الفاصل. احنا بس يعني عرفنا بعض المعلومات عن طريق زملائنا في فريق الاعداد واسره اعداد البرنامج، يعني من المصادفات انه كمان فريق العمل او فريق الاداره في نادي مصر، هو التصحيح ان النادي اسمه رسميا نادي مصر مش اف سي مصر، وانه من فريق الاداره في هذا النادي رئيس مجلس الاداره. لم اكن اعلم انه رئيس مجلس اداره هذا النادي الاستاذ احمد خليل، وهو صديق وجار منذ الطفوله ومن طبعا اصدقائي الاعزاء، وصديق على مستوى الاسره، ويعني في درجه اشبه بالقرابه يعني. فانا بتمنى له كل التوفيق هو وفريق العمل والاداره، وان شاء الله يكونوا تجربه ناجحه واضافه كبيره للدوري الممتاز، ويكونوا زي ما بيقول ضيفنا الكابتن رضا الويشي على مستوى المنافسه والطموحات والتخطيط للمستقبل، ان يكون عندهم رؤيه ليكونوا اضافه حقيقيه ولهم بصمه وشخصيه حقيقيه. واحنا طبعا بنحاول وزملائنا بيشوفوا مين المصدر اللي ممكن يتكلم معانا دلوقتي عن نادي مصر والتصور للفتره اللي جايه والرؤيه الفنيه والاداريه لتواجد هذا النادي لاول مره، والبصمه اللي عايز يظهر بيها او تكون هي بتمثل شخصيته والفيرست امبريشن او الانطباع الاول عنه عند جماهير الكوره، الجماهير العريضه طبعا اللي بتتابع عبر شاشات الفضائيات ووسائل الاعلام المصريه اول ظهور لهذا النادي في الدوري الممتاز. كابتن رضا، مره تانية هنتكلم عن يعني ده سبب اكتر يخليني سعيد بالتجربه، لاني لما عرفت منك ملابسات التفاصيل الخاصه بالكوادر الاداريه للفريق، وواحد من طبعا أصدقائنا على مدار سنوات طويلة منذ الطفولة يعني، وإن شاء الله تكون الرؤية طبعا زي ما بتقول إضافة كبيرة للفريق. إن شاء الله. هنتكلم عن النادي الأهلي مرة تانية، وهنتكلم عن الصفقات والعناصر الموجودة والنجوم الكبار والانضمام، الأسماء اللي انضمت للفريق في صفقة الانتقالات الشتوية. هل شايف إن النادي الأهلي ومجلس الإدارة والمسؤولين وفروا العناصر الكافية لأي جهاز فني إنه يحقق بيها الطموحات ولا لا في يناير اللي فات؟ طبعا يعني ده أصلا كمان الخيارات اللي كانت متاحة، إن أنت تدول أفضل ناس ممكن تجيبهم يعني حسين الشحات، حمدي فتحي، وعودة رمضان صبحي على سبيل الإعارة، يعني أنا شايف جيرالدو، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي طبعا مجموعة كبيرة يعني ناس بالنسبة للدوري المصري أو متابعات للدوري، دول من أفضل الناس اللي موجودة في الدوري. هجيب من تاني طيب؟ طبعا هنجيب من بره، طب ما فيش، هم دولت الخيارات اللي موجودة. كان أزارو موجود مقدم موسم رائع الموسم اللي فات، أجاي طبعا كلنا عارفينه، جيرالدو بس هو اللي جه. فطبعا شايف ان دول افضل ناس وقدموا حاجه كويسه جدا جدا جدا، ومجلس الاداره مش مقصر في اي حاجه، بدليل مجلس الاداره اول فتره يعني اول مره في حياتي اشوف مجلس اداره متواجد في كل المباريات، ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي. يعني لعبت في النادي الاهلي كان الكابتن حسن حمدي انا ما شفتوش غير مرتين اتنين بس، هو كان لانه كان الجمهور لسه بيتساءل ليه النتائج يعني او الاداء لسه ما وصلش لقمه الاداء المعروف عن النادي الاهلي، رغم ان العناصر الفنيه والاضافات كبيره جدا. فانا عشان كده بسمع رؤيتك انه يعني حسب كلامك كابتن رضا ان احنا محتاجين نوصل لدرجه اعلى من الهارموني التناغم الفني بين الجهاز الفني واللاعبين. بص حضرتك استاذ محمد، هات الماتشات كلها مش هتلاقي تشكيل ثابت متغير فيه اتنين تلاته كل ماتش، مفيش ثبات تشكيل. شايف من خبراتك انه ثبات التشكيل مع الوقت مع تغييرات في اضيق الحدود هتخلي الفريق شكل تاني؟ لو لعيب اخطات، لو ما اخطاتش مش هبقى كويس، لازم اخطا عشان اتعلم من اخطائي. بس فيعني اللي انت وصلت حتى الفتره محمد شناوي بقى جون مصر في كاس العالم، هو كان بعيد جدا
بالنسبه للمنافسه الشناوي اتصاب دخل قبل الفاصل بتقول انك على يقين ان حسين الشحات لسه هيقدم كتير ان شاء الله للنادي. لا لا لان لعب كبير جدا لان شفته في كان في العين حرر نفسه بس من الضغوط الجماهيريه عليه. لعب حسين لعب حسين مش اللي هو اللعب الناس مستني الناس يعني قايمه. انت حسين الشحات لو الناس دي انت مش لعيب كبير مش هتدفعهم فيك الرقم طيب ابدا. بعد ما اشدت في البدايه يعني اشادتك بناديك وتجربتك مع النادي حتى الان فنيا وخططيا واداريا وانك بتقول ان الامر متروك للاداره في رؤيتهم الفنيه بشان التعاقدات والصفقات الجديده، هينضم لنا احد ممثلي الاداره والمسؤول عن التعاقدات في نادي مصر الاستاذ عمرو صفوت. استاذ عمرو صفوت مساء الخير. اهلا وسهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا. اولا مبروك الترقي او الصعود للدوري الممتاز المصري. الله يبارك في حضرتك ومتشكرين جدا شكرا ذوق. ضيفنا في الاستوديو الكابتن رضا الويشي مهاجم ونجم نادي مصر وكان بيقول طبعا انه لا يعلم رؤيه النادي بالنسبه للفتره الجايه ومدى احتياجه لصفقات جديده، وان كان بيقول انه شايف ان في تخطيط للمستقبل وان في رؤيه لدى المسؤولين في نادي مصر انهم مش عايزين ظهور للتواجد والمشاركه فقط في الممتاز وانما عايزين خطه يعني الوصول للمقدمه ثم المنافسه على اللقب. اتفضل يا استاذ عمرو. طبعا برحب رضا هدفنا اللي كان اضافه كبيره لينا من يناير راح عمل فرق كبير جدا معانا بصراحه، وحتى يعني غير الدوره في جوه الملعب كان دوره بره الملعب مهم جدا مع زمايله، لان احنا يعني الفريق معدل اعماره كان صغير شويه كنا محتاجين حد بخبراته يقدر يسند مع لعبتنا. الحمد لله قدم دور هايل معانا غير طبعا الاهداف الحاسمه اللي كان بيجيبها الفتره اللي فاتت واللي ساهم بالدور يعني بشكل كبير جدا في الصعود الحمد لله. ده رقم واحد. بالنسبه للرؤيه للفتره اللي جايه طبعا حضرتك عارف احنا لسه مخلصين الموسم من ثلاث ايام بالظبط. كان موسم شاق جدا صعب جدا منافسه طبعا مع فرق محترمه اربع فرق اخرى يعني. محتاجين ان احنا يعني ناخد نفسنا كده كام يوم عشان نقدر نفكر تفكير سليم يعني. اكيد اكيد وده كلام احترافي جدا انكم محتاجين تبداوا تاخدوا يعني استراحه ووقفه للحسابات الخاصه بالممتاز، ولكن بعد اشادتك وطبعا ده نقلا عن رؤيه مجلس الاداره كله وثقتهم في مجموعه اللاعبين وطبعا نجم الهجوم الكابتن رضا الويشي، هل على يقين او متفقين في كواليس نادي مصر يا استاذ عمرو انكم محتاجين اضافات جديده؟ هل في مواصفات موضوعه لتعاقدات؟ هل في ميزانيه مرصوده للتعاقدات؟ لان دايما وكابتن رضا متفق معانا في ده كل مستوى من المنافسه فنيا له احتياجاته، واكيد مستوى المنافسه في الممتاز هيبقى له متطلبات واضافات فنيه كبيره. اكيد طبعا طبعا يعني هو بالنسبه للنقطه دي يا فندم بالنسبه لاي نادي في العالم في كل موسم حتى لو هو في نفس المستوى او نفس الدرجه اكيد في ناس بتيجي وناس بتمشي اكيد يعني ده وضع طبيعي جدا. بس فعلا احنا لسه يعني حضرتك بتتكلم على الميزانيه احنا لسه هنقعد لسه هنناقش كل الكلام ده اكيد طبعا صعب جدا ان احنا نحدد مين هيجي او مين او هنحتاج قد ايه الا لما تكون في ارقام واضحه بالنسبه لنا خلال الموسم اللي جاي ان شاء الله. سكيل مالي وفني هتشتغلوا عليه بقى يعني اطار مالي وفني للفتره اللي جايه بالظبط على حسب الامكانيات الماديه اللي هتكون متوفره على حسب الدعم اللي يكون شكله عامل ازاي. احنا بصراحه ابطالنا عملوا موسم هايل جدا كلهم يستحقوا يلعبوا دوري ممتاز اكيد هيكون في دعم ويعني وبرده حتى الولاد يعني مش هنتخلى عن حد ان شاء الله. طيب هحاول اخد منك يعني تصريح سريع كده هدي لك ثلاث اختيارات يا استاذ عمرو. توقعاتك او ما تعرفه طبعا وخبراتك في التعامل مع نادي مصر، هل هو نادي سيظهر في الدوري الممتاز في اول ظهور له بميزانيه محدوده او ضئيله يعني متوسطه ميزانيه ضخمه؟ فعلا بص يعني حضرتك احنا متعودين احنا بنحاول اهو على قد ما قدرنا يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا تكون اجاباتنا واضحه وصريحه لما بتكون في يعني مؤشرات ليها. احنا فعلا في الوقت الحالي انا ما اقدرش اجاوب لحضرتك على السؤال ده الا لما تكون في حاجه واضحه وصريحه نقدر نتكلم فيها، وده حاجه بنحترمها جدا. احنا دورنا كاعلاميين دايما البحث عن المعلومه وتقديمها للمشاهد والسعي نحو السبق، ودي تجربه جديده واكيد هيبقى فيه اهتمام جماهيري والانظار يعني محط انظار اعين الجماهير والاعلام كل الانديه الجديده بما فيها طبعا نادي مصر اللي هتشارك في الدوري الممتاز، كل الانديه سواء الصاعده او العائده مره اخرى للممتاز او كمان الانديه اللي بتحظى باهتمام اكبر هي التجارب اللي اول تجربه لها او اول ظهور لها في الممتاز زي نادي مصر. بشكرك يا استاذ عمرو موفقين في تجربتكم. كابتن رضا كان عايز بس يوجه لك كلامه او سؤال. حبيبي مستر عمرو نورنا والله. اعتقد انه يعني سامعك اتفضل. فانا عايز اشكر مستر عمرو ده بجد من الناس اللي تعبت بقى لها 8 سنين بتحارب. انا مش عايز اقول لك ان هو
يعني بيتعب ويسافر في كل حته عشان يجيب اللعيبه، هو اللي بيختار اللعيبه، فما فيش عندنا وكيل. لا هو باين يعني اول مره تعمل معاه يعني طبعا معظم يعني الراجل بيحاول يختار افضل عناصر تمثل النادي، واضح ان له عقليه مرتبه جدا، والا كان سعيد. انا يعني انا ببارك له ان هو سبب من اسباب ان ان هو النادي بقى في المكان ده. لا هو واضح النادي ده بيختار كوادره بشكل كويس، لان الاستاذ عمرو لم يسعى الى انه يقول بسرعه تصريحات واول مشاركه هاتفيه معاه على قناه الاهلي او اول اعلان لمسؤول من المسؤولين بعد صعود الممتاز. لا كان حريص جدا ومتحفظ جدا عشان يتكلم في الوقت المناسب، وده علامه على ان في طريقه عمل داخل النادي ده وفي كوادر بيتم اختيارها بعنايه. بشكرك جدا وسعداء بمشاركتك معانا يا استاذ عمرو. استاذ عمرو صفوت مدير التعاقدات في نادي مصر، شكرا جزيلا لك. نرجع لنجم هجوم نادي مصر كابتن رضا الويشي ولاعب النادي الاهلي السابق ومهاجم نادي الاهلي سابقا. خلينا نتكلم مره ثانيه عن المباريات اللي جايه. مين الاقرب للفوز بالدوري الممتاز؟ المنافسه حاليا بين الاهلي والزمالك، والمتصدر طبعا الزمالك بفارق نقطتين لو تساوى عدد المباريات، وبيراميدز في السباق، ولكن مبارياته اللي خاضها اكثر من الاهلي والزمالك. شايف الفرص ازاي؟ الفرص كلها متساويه الصراحه. يعني بالنسبه للاهلي والزمالك انا شايف ان هم قريبين شويه، لكن الماتش اللي جاي بين البيراميدز والزمالك هيحدد حاجات كتيره جدا جدا للدوري الصراحه. هي المنافسه تبقى قويه جدا، اقوى من الاول، وبيراميدز طبعا اللعيبه كلها ما شاء الله على مستوى طبعا، واضافت للدوري. انا مش شايف ان هو اضاف للدوري. الماتش اللي جاي ده اللي بتكلم عنه له كذا سيناريو. أيوة. حساباتهم تخلي الموضوع يختلف. انا بقول لحضرتك يعني الماتش الجاي تحدد حاجات كتير جدا بالنسبه لشكل الدوري في الفتره الاسابيع اللي هي الباقيه في الدوري. وانا اتمنى ان شاء الله ان الاهلي قلت لك. هل شايف انه لو الزمالك فاز على بيراميدز ده السيناريو الاول، لو الزمالك فاز على بيراميدز خلاص المنافسه تتحسم بين الاهلي والزمالك الموسم؟ طبعا. ولو تعادلوا؟ لو تعادلوا طبعا تبقى تمام، يبقى بيراميدز في المنافسه. لا واتمنى ان هم يتعادلوا طبعا، ده دخل النادي الاهلي. طب ولو بيراميدز فاز برضه كويسه طبعا. انا يعني انت دلوقتي المنافس الاول للنادي الاهلي مش بيراميدز، نادي الزمالك. دلوقتي متساويين في عدد المباريات، لكن بيراميدز فارق ماتشين على الاهلي والزمالك. فطبعا انا شايف المنافسه بين الاهلي والزمالك. الماتش الجاي دخل بيراميدز لو كسب ولو كسب يبقى كويس يعني. اتمنى ان هو يكسب. نتمنى ان شاء الله ان شكل المنافسه يكون جيد حتى اخر اسبوع من عمر الدوري، وان سيناريو الفتره اللي جايه يكون في صالح النادي الاهلي، ولدفه المباريات تسير ونتائجها تسير لصالحنا. وان كنا بنقول ان لسه اللاعبين كابتن رضا عندهم الفرصه للحسم دون انتظار نتائج الفرق الاخرى. دي من اول كره في ملعب الاهلي طبعا، من 10 سنين اول مره الجمهور او اي حد في الكره يتكلم كده ان احنا مستنيين ده يكسب ده ونحسبها حسابيا يعني من فتره. قصدك كمان الدوري ده اصعب من السنين اللي فاتت؟ لا مش أصعب. بالعكس الدوري دوري سهل. انا شايف ان يعني المنافسه مش اللي هي يعني الاول كان المنافسه صعبه جدا. ده لان انت الدوري بتاعنا لسه مش قوي قوي بامانه يعني. الدوري مش قوي، بدا يبقى قوي الفتره الاسابيع الاخيره بس. يمكن في الاول طبعا الزمالك كان فارق، والاهلي كان طبعا بيلعب افريقيا ولعب ده، ولكن اتمنى ان شاء الله ان الاهلي يرجع يعودنا شخصيه البطل، واللعيبه تبقى قد المسؤوليه طبعا، واخدين كل الدعم من الجهاز الفني والاداري يعني بقول لك كابتن خطيب. انا شفته مرتين، انا شفته مرتين اتنين بس يعني سنه كامله مرتين اتنين بس بامانه، لكن الفتره اللي فاتت دي متواجد باستمرار في التمارين. مع اللاعبين طلب منهم انهم يخففوا شويه الضغوط النفسيه على نفسهم، يعني يرفعوا عن نفسهم الضغوط عشان يقدروا يلعبوا كوره بشكل سليم. شايلين حمل الجمهور وشايلين حمل الاداره وشايلين حمل ان هو لازم يبقى كويس كل مباراه، وانه خرج من بطوله افريقيا فعايز يعوض ده في الدوري. يعني انا قلت لك الماتش كان نفسي هي دي بقى، احس ان هو انا عايز اعوض ابقى في الملعب ان انا في المباراه اللي فاتت او بدأ من المباراه اللي فاتت بس، حتى ما فيش مشكله المباراه اللي فاتت خلاص مباراه وفات، نركز بقى في عندي في المباراه الثانيه لازم ما افرطش في اي بونت. لازم يعني اللي عايز اخد الدوري لازم اي نقطه ما افرطش فيها ان شاء الله الفتره الجايه، ولعيبه باذن الله يعني نروح يعني اللي سمعناه من مراسلنا شريف شعبان النهارده نروح ايجابيه جدا في الملعب، وانه خلاص قفلنا صفحه المباريات اللي فاتت، وانه النادي الاهلي بيفكر دلوقتي الجهاز الفني واللاعبين فنيا في انه الامور في مقدره النادي الاهلي انه يحسمها لو فاز في كل اللقاءات اللي جايه، وانه لا بديل عن الفوز بقى عشان حقيقي مصالحه الجماهير وتقديم ما يليق بمستوى اللاعبين، مستوى الاسماء الكبيره اللي انضمت يعني مع الصفقات الجديده للنادي الاهلي، والجمهور بيثق فيها ثقه كبيره جدا. خلينا ننتقل للملاعب العالميه يا كابتن رضا، ونشوف الحاله اللي حصلت في صفوف ليفربول. المواقع اتكلمت، محمد صلاح وميلنر وخد منه الكوره وشاط ضربه الجزاء.
تجاربك مع الانديه المختلفه شايف ده ازاي؟ وايه اللي بيخلي ساعات بيحصل حساسيه بين الزملاء في نفس الفريق؟ بص يا ممكن يعني قبل كده السنه اللي فاتت كنت كمان زملاء فريق قبل يعني الموسم اللي فات ميلنر ادى لمحمد صلاح ضربه الجزاء لو حد افتكر الموسم اللي فات ده. لكن الموسم ده خد منه لان بيبص ممكن ده قائد الفريق هو رقم واحد في ترتيب تسديد ضربات الجزاء فبيبص لها من منطلق ده بطوله مش ان صلاح ياخد الهداف انا في بطوله ان انا فده قصدك ده الصح في سيستم الشغل وده هو رقم واحد خصوصا الفريق كان كسبان 1-0 بس فده هو رقم واحد في تنفيذ ضربات الجزاء بعد كده في ممكن احنا ممكن مش واخدين بالنا صلاح 19 ماني 18 ففي هتبقى في حساسيه برضو طب انا لما اجي ضربه الجزاء الماتش الجاي ده الماني فطبعا هو راجل قائد وعندهم خبراتهم ما عندهمش عاطفيه زينا بالمنحة العاطفيه ان احنا بنفكر كل هو ممكن حاسبها ان انا دي ضربه جزاء بتاع الدوري لكن صلاح ما صلاح جه لا ده في فيرمينيو ضربه الجزاء يشوطها جه في احسن لاعب اداها منر قال له انت استلم الجائزه رقم 500 اداله الجائزه فطبعا دولت بيفكروا غيرنا خالص مفيش عاطفيه وبيحسبها انا دلوقتي انا عايز ايه من المباراه بس وان ده هدف تاكيد الفوز الهدف ده طبيعي ان في الكوره في الكوره ان ضرب في رقم واحد في رقم اثنين هو يديلك بقى ما اديلكش دي بتاعته هو رجعها له هو قائد كمان الفريق يعني شايف ان الامور ما تحتملش اللي الناس بتقوله ده ان هو ميلنر فكر فيها بشكل احنا بنفكر بعاطفيه لكن هم فكروا غير ده شغل شايف ازاي تجربه نجاح محمد صلاح وكان زميل لك في الملعب في نادي المقاولين انا اقول لك حاجه بس بالنسبه لمحمد صلاح نجاحه مش ان هو قدم كل اللي قدمه ده نجاحه ان هو فضل لحد دلوقتي ثابت على ان هو محمد صلاح بشخصيته باسلوبه مفيش تغيير في حياته طبعا مع الشهره وكميه الضغوطات اللي عليه الاغراءات قصدك اللي بتبقى طبعًا نجوميه طبعًا والشهره طبعًا والفلوس يعني انت والاعلام في بلد غير بلدك وفي مكان غير ونجم كبير جدا وصلت بقيت ميسي ورونالدو دولت يعني وصلت لحاجه كبيره جدا محمد صلاح يعني الواحد فخور ان هو لعب معاه وفخور ان هو ده لعيب مصري وبيقدم يعني سايب مثال كبير حاجه محترمه ان الناس تفكر في اللعيبه المصريه عمل نقله كبيره قوي فنيه طبعا صح؟ طبعا يعني محمد صلاح وهو هنا في مصر في المقاولين كان لاعب مميز بس ما كانش يبان عليه انه ممكن حجم الموهبه توصله لكده يعني عمل فارق كبير قوي تدريجيا في تجربه طبعا تطور في كل حاجه في اسلوب اللعب في التعامل في حتى في شخصيه انت شوف محمد دلوقتي امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش امتى يظهر وامتى ما يظهرش لا وشكل اداؤه في الملعب طبعا بتكلم بس عن سلوكياته كلام محترف بره كل واحد عارف شغله وصل له في الاداء كل واحد عارف شغله وعارف مكانه زي ما اقول لك ان منظومه الاهلي دايما مميزه ان كل واحد عارف شغله مفيش اي حد يطلع يتكلم مش حد يطلع مثلا كل واحد عارف دوره في المكان زي ما اقول لك نجاح اف سي مصر في كده ان كل واحد عارف شغله فلو كل واحد عارف شغله هنشتغل وهنبقى حاجه كويسه جدا 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 طيب لو اتكلمت عن مهاجمي النادي الاهلي حاليا يا كابتن رضا تقول ايه عن المجموعه الحاليه في خط هجوم النادي الاهلي رايك فيهم في قدراتهم ومين اكتر حد بيمتعك اداؤه سواء كنا بنتكلم عن مجموعه لاعبي الوسط المهاجم او المهاجم الصريح انا شايف دلوقتي حاليا الثلاثه يعني كان ازارو او مروان او صلاح محسن لكن انا شايف ان هو اكتر واحد نفسي ياخد الفتره الجايه وشايف ان هو عايز مروان الصراحه مروان محسن مروان من الفتره الاخيره ادى بشكل كويس وحاول ان هو بقى رغم ازارو كان مصاب ورجع وده طبعا لاعب كبير جدا 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 مع ازارو كان متالق الموسم طبعًا. اللي فات انا بقول لك فطبعا الاصابه بعديه كبير جدا من الاهداف الاصابه اخرته كتير جدا مع مروان برده نفس الموضوع صلاح صلاح وصلاح محسن برده نفس الموضوع لكن انا شايف ان شاء الله ان هم قادرين ناس لازم عنده ثقه انا مهاجم النادي الاهلي لازم ان انا ان شاء الله ابقى في وضع احسن وهم الحمد لله امكانيات كبيره الثلاثه وقدروا ان هم يعني يشيلوا الاهلي لكن طبعا انا يعني احنا مفتقدين رقم 10 الاهلي مفتقد رقم 10 في الملعب يعني اللاعب اللي هو الصانع حاليا الالعاب بين المهاجمين وخط الوسط طيب هنرجع نتكلم عن ده وهنتكلم كمان مين اللي شايفه من لاعبي الوسط المهاجم اللي لو الجهاز الفني احتاج له كمهاجم صريح يقدر يؤدي المهمه دي معانا على الهاتف طبعا واحد من زملائك واصدقائك اللي كانوا قريبين جدا منك خلال فتره تواجدك في النادي الاهلي كابتن احمد السيد نجم النادي الاهلي سابقا مساء الخير يا كابتن احمد محمد ازي حضرتك اهلا بيك اهلا بيك اخويا طبعا وحبيبي كابتن رضا الويشي انا هسيبه بقى يتكلم معاك اتفضل يا كابتن رضا حبيبي يا كابتن احمد الله يكرمك يا حبيبي عامل ايه يا رضا الحمد لله
تمام، والف مبروك طبعا على صعود اف سي مصر ان شاء الله، يعني تكون لكم دور في الدوري الممتاز ان شاء الله، وتكملوا مع الكابتن الكبير كابتن محمد صلاح ان شاء الله. الله يبارك فيك يا كابتن احمد، الله يكرمك. ده طبعا كابتني في النادي الاهلي، وكان من الجيل زي ما قلت لك اللي هو العظيم اللي الواحد اتشرف ان هو لعب معاه. طبعا كان ميسي، كان ده ميسي بتاعنا، ده ميسي بتاعنا، ده عارف. قول لنا ايه سر التسميه دي، قول لنا ايه سر التسميه دي كابتن، هنساله عنها، بس انا عايز اسمع ايه كان ميسي. لا لا، كابتن مستر جوزيه دايما كان مسميه ميسي، هو بيحب يلعب بالشمال شويه. اوكي عشان المهاره، بس المهاره كانت الحركه زياده يا كابتن احمد شويه. طب قول لي كابتن احمد سيد، قول لي ذكرياتك في الملعب مع الكابتن رضا الويشي، ايه الحاجات اللي بتميزه كمهاجم، والحاجات اللي شايف انه ممكن هيرجع بيها او الجمهور هيشوفه مميز بيها مع عودته مع نادي مصر للدوري الممتاز ان شاء الله؟ طبعا هو يعني رضا، والله مش عشان هو معاك، انا من المهاجمين فعلا اللي بحب طريقه لعبه جدا، هو راجل جدا قوي مخلص جدا في التمرين، بيتمرن كويس. هو حظه طبعا ان هو كان موجود في وقت يعني في جيل في مهاجمين يعني سواء كان عماد متعب او فلافيو او ناس كتير، فما خدش فرصته قوي في اللعب، دي اللي اثرت ان هو ما يكونش يكمل في النادي الاهلي. لكن اعتقد ان هو لو كان موجود يعني مع ناس غير دول او في جيل غير ده، كان هيبقى ليه دور مع النادي الاهلي وكان هيكمل معه. ذكريات او مواقف ما بتنساهاش جمعت بينك وبين رضا الويشي؟ لا هو يعني رضا كان على طول قاعد معانا، يعني كنت انا وهو وعاشور وإينو وسمير واحمد عادل عبد المنعم، كنا على طول مع بعض يعني. يعني هو عارف بقى، هو يحكي لك هو كنا بنعمل فيه ايه. بس هو قال لنا موضوع ميسي ده ما كناش عارفينه. لا هو موضوع ميسي ده انا حكيته كذا مره يعني. هو كنت مره في التدريب، وكان كان خالد ديبو كان عنده مشكله في صباعه كده، فخد الشوز بتاع الستارز بتاعي. فالتمرين ده كان جوزيه بيعمل فينشن كده على الجون، فانا كنت انا متعلق فيها، عمال اجيب جوان هنا وهنا، وخالد ديبو ما كانش كويس فيها. فجوزيه بيسالني، قلت له عشان لابس الجزمه بتاعت خالد ديبو يعني، فقال لي بس خلاص انا هسميك ميسي بقى من دلوقتي. دي بدايه الحكايه. بدايه. طيب رضا الويشي كان صعب في مراقبته لو انتوا في التمرين او في التقسيمه، لانه لاعب قوي وبدنيا، واحمد السيد مدافع معروف عنه كمان القوه والالتحامات، وان كان ادائك فيه جديه شديده، كنتوا بتتعاملوا مع بعض ازاي في الملعب؟ لا هو كان يعني رضا كان فعلا يعني يعني في مهاجمين كده كانوا بيتعبوني فعلا لما كنت بلعب عليهم، زي رضا، عمرو زكي، الناس اللي هو بيخليك تستنفذ قوتك البدنيه بشكل كبير في التمرين. وهو ما شاء الله رضا كان مميز جدا في حته اللي بيحجز كويس وبيلعب معاه كويس، فكنت بعمل له الف حساب يعني هو فعلا والله مهاجمين فعلا اتظلموا بجد يعني. ان شاء الله كان قادر ياخد حق اكتر من كده في النادي الاهلي، بس تعرف حظه ان هو جه في وقت طبعا كان متعب وفلافيو كان طبعا متعلقين بشكل كبير. قال لنا في البدايه يا كابتن احمد مين ومين كانوا موجودين في الهجوم؟ متعب، اسامه حسني، فلافيو، احمد بلال. الموضوع كان في منتهى الصعوبه، وعبد الحميد حسن. كان موضوع في منتهى الصعوبه، هو مدرك ان ده السبب الرئيسي اللي ما خلاش رضا الويشي ياخد فرصه حقيقيه انه يستمر في النادي الاهلي. طبعا ان هو جه والناس دي رجلها في الملعب، يعني هو مش جه كان بدايه موسم وفي منافسه، يعني جه والناس دي رجلها في الملعب والناس دي عامله انجازات مع جوزيه، فمن الطبيعي جدا المدرب اللعيب اللي هو بيبقى فاهم فكره عمل معاه انجازات بيفضل رجليه في الملعب على طول، يعني ما بيحاولش يغير كتير. ان شاء الله يا كابتن احمد احنا سعداء بمشاركتك معانا، واكيد هتبقى حريص على متابعه الكابتن رضا الويشي في الدوري الممتاز مع نادي مصر فيه بدءا من الموسم المقبل او من بدايه الموسم المقبل، وان شاء الله نشوف الكلام والمميزات الفنيه اللي قال الكابتن احمد السيد انها بتميز المهاجم رضا الويشي، نشوفها في ادائك ومؤثره مع زملائك في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله بإذن. بشكرك جدا يا كابتن احمد على مشاركتك معانا، كابتن احمد السيد نجم النادي الاهلي سابقا. كلمه اخيره حابب تختتم بيها اللقاء ده، توجهها للجمهور سواء جماهير النادي الاهلي او اللاعبين، رساله حابب توجهها لهم في المرحله الصعبه دي من المنافسه في الدوري الممتاز، وحاجه حابب تقولها للناس قبل ظهور نادي مصر في الممتاز رسميا. طبعا انا بتمنى ان الناس الفتره اللي جايه دي الجميع تكاتف، وانا مش مع ان الجهاز يتغير دلوقتي، صعب خلاص الموسم هيبدا ينتهي، فطبعا هتجيب حد هو يكون من اكيد من ابناء النادي الاهلي، فبتمنى ان هم يعني الجميع تكاتف وناخد بطوله الدوري باذن الله. شايف ان في دعم كبير جدا من الاداره كابتن خطيب ومن الجهاز الفني، ان شاء الله يعيد حساباته، واللعيبه ان شاء الله كمان ترجع تعيد حساباتها وتعرف ان ده البطوله دي تعوضهم حاجات كتير عن لان دي البطوله الامل الوحيد دلوقتي اللي هي قدام النادي الاهلي، لازم تاخد البطوله دي. بتمنى ان هم ياخدوها يعوضوا جمهور النادي الاهلي حتى لو حاجه بسيطه. طبعا بقى طبعا نادي اف سي مصر طبعا انا بشكره جدا، وزي ما بقول لك انا محظوظ ان انا
موجود في نادي زي ده مع اداره زي دي مع ناس محترمه مع جهاز فني، مش عايز اقول لك معانا جهاز فني بامانه على اعلى مستوى، كان الكابتن محمد صلاح، الكابتن تامر عبد الحكيم، الكابتن سعد عبد العزيز، طبعا الناس الاداره كلها العمال، يعني في واحد بقى تعب معاه خالص بقى يعني هو ده صاحبي خالص يعني راجل تعب معاه، طه زدان، طه ده بقى تعب معاه خالص في كل حاجه، ده وده كان التميمه بتاعتي قبل كل ماتش لازم اقعد معاه، وراجل تعب معاه وكان بيكلمني على طول ويشجعني وفي ظهري دايما على طول يعني. فانا بتمنى ان شاء الله ان النادي اف سي مصر يبقى ليه زي ما قلت لحضرتك شان كبير جدا، وانا بتوقع ان شاء الله النادي ده يعني هيبقى حاجه. ايه اللي بيميز شخصيه اف سي مصر في الملعب؟ هل قدرات بعض اللاعبين الموجوده في الفريق ولا تيم وورك؟ يعني الفرق دايما ليها طابع كده، ايه الحاجه اللي هنشوف انها مميزه لاداء اف سي مصر او نادي مصر؟ اسم النادي بجد، اسم النادي، نادي زي ما قلت لك ليه شخصيه وليه فكر عايز اوصل له، حتى اللعيبه اللي ما بيجي بيختار حاجه معينه تماشى مع النادي، مع اسلوب النادي، مش فنيا بس، في كل حاجه، فنيا واخلاقيا ويعني على مستوى كل حاجه. يعني في اتفاقات او شروط موضوعه من مجلس الاداره والمسؤولين في النادي على الشكل اللي هيظهر بيه كل من يمثل نادي مصر طبعا، الالتزام طبعا، يعني مش هنشوف تجاوزات في الملعب، لا مش لا هنشوف لا 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 احتكاكات مع حكام ولا تجاوزات. الناس دي ما تحبش كده خالص يعني، حتى هات الماتشات عليك اهو شهاده، لا بجد هات الماتشات بتاعتنا كلها ما فيش الحمد لله ما فيش مشكله، مفيش حد يعني حاول سلوكيات اللاعبين في شكل معين خالص، بتعمل بتعمل في صمت زي ما قلت لك مستر احمد ومستر محمود دولت ما يعني ما فيش حد بيشوفهم اصلا بجد، ما حدش يشوفهم خالص نهائيا غير بس المستر محمود حافظ الفتره الاخيره دي تعب معانا جدا وموجود بكل الماتشات. احنا اتكلمنا من شويه مع صديقي العزيز الاستاذ احمد خليل رئيس مجلس الاداره وهو اعتذر عن الحديث على الهاتف او المشاركه، وقال ان هو يعني الشغل فكره بس. المشاركه اعلاميا او الظهور اعلاميا دي هو مبتعد عنها تماما، وانه مركز مع الاداره ومع النادي في عمله فقط. طيب خلينا نتكلم شويه تاني عن النادي الاهلي، قلت انك شايف ان اللاعبين يقدروا يقدموا ويفوزوا بالبطوله، هل اللي جاي هو تركيز اكتر، اداء جماعي افضل، شغل جهاز فني، ولا شغل اللاعبين اكتر، روح الفانيلا الحمراء، ايه اللي الفريق لازم يوجده الفتره الجايه؟ كل ده روح، وان انا لازم ابقى عارف ان انا مسؤوليه كبيره جدا على ان لازم اخد البطوله باذن الله، يعني لازم اجتهد اكتر، لازم يعني اتكاتف اكتر، انا مش عايز يعني موقف يعني زي ما قلت لك ده اللي اتعلمته برده من كابتن محمد ابو تريكه في الماتش اللي احنا خسرنا فيه بطوله افريقيا هنا من النجم الساحلي، خسرنا جمعنا في عنده في البيت واتكلمنا ورجع اللعيبه تاني والحمد لله خدنا الحاجه لحال ان انت ترجع تقدر ترجع بسرعه، الحمد لله قدرنا البطوله اللي بعدها خدناها الحمد لله. فزي ما بقول لك اللعيبه الكبيره دلوقتي لها دور كبير جدا، حسام عاشور ليه فتحي المجموعه اللي يعني لها دور كبير جدا جدا جدا، ان هم جمعوا اللعيبه زي ما قلت لك، في لعيبه داخل عليك جديد، في لعيبه صغيره، يعني دلوقتي انا اكتر اثنين مبسوط يعني كان محمد هاني او كريم ندفي، دول اكتر اثنين اتهاجموا، مكسبين كبار جدا للفريق الفتره اللي فاتت ما شاء الله، يعني من الناس ناصر ماهر، لا الجمهور بيطلب وجودهم في الملعب، ناصر ماهر الفتره اللي فاتت كان بيأدي بشكل كويس جدا جدا جدا، فجاه وكريم ندفي وده الوحيد اللي هو يقدر يعمل لك رقم 10، صالح جمعه نفس الموضوع، بس نفس صالح لما يشارك نفس صالح يحس ان هو لعيب كبير بجد، يحس بمسؤوليه ان هو لعيب كبير، ان النادي الاهلي محتاجه ومنتخب مصر محتاجه لانه عنده موهبه كبيره جدا. من وجهه نظرك ناقصها الروح القتاليه اكتر، انه يشعر بانه يقدر يربط خطوط الفريق، هو يقدر ينقل الفريق نقله ثانيه، هيبقى حزين على نفسه بعد ما يبطل، يحس ان انا كان ممكن اعمل اكتر من كده، كان ممكن اتعب اكتر من كده، ان انا اوصل لحاجه اعلى من كده. الناس كلها بتسنده، الناس كلها على انه واثقين فيه، اتمنى ان شاء الله ان هو يعني يقدر يراجع حساباته، انه يوصل لاعلى مستوياته الفنيه. النادي الاهلي محتاجه الفتره اللي جايه، وشايف ان العناصر الشابه اللي بدات تاخد فرص الفتره اللي فاتت ان هي اللي لازم تاخد فرصه في الملعب وتكمل الفتره دي. فتحي ندفد وهاني محترم يعني، حمدي فتحي حاجه، حمدي فتحي باجماع الاراء حاجه لعيب اكتر من رائع يعني الصراحه، عاشور الثاني ان شاء الله، وياسر ابراهيم صفقه موفقه جدا ومدافع متميز الصراحه بامانه، الناس كلها موجوده والناس كلها عارفينها والناس كلها شفناها في الدوري، الناس بتادي بشكل كويس، قلت لك محتاجه يعني بس ثبات تشكيل، الناس تتكاتف والناس تثق في نفسها ان هو بيلعب لاسم النادي الاهلي.
ان شاء الله الفتره الجايه تبقى افضل ونشوف انعكاس الكلام ده كله على النادي الاهلي. انا بس بختتم حديثك يعني تعليق اخير ان اللي حصل بين محمد صلاح وميلنر كابتن رضا الويشي مش مع الاراء اللي بتقول ناخد الامور بشكل عاطفي ونزعل ونشوف. ان شفت ان ميلنر فكر من وجهه نظرك بشكل احترافي مصلحه الفريق والترتيب وان ان احنا نوصل لدرجه الاقرب للتركيز وتسديد ضربات الجزاء يلعب الكره دي. وكان لسه نازل عشان صلاح كان له موقف جميل مع ميلنر لما منحوا الجائزه. ده كان لسه نازل من خمس طب قبلها صلاح السنه اللي فاتت ميلنر رد لصلاح ضربه الجزاء عشان برضو حسابات تالقه وصراع الهداف وكده. فزي ما اقول لك الناس دي غيرنا. هو قائد الفريق ولسه كان لسه نازل خمس دقائق بس. فطبعا ده رقم واحد. احنا ما بنيجي في الفريق بقول لك رقم واحد اشوط رقم اثنين، رقم واحد مش موجود رقم اثنين اشوط. وده خلاص متفق عليه، مفيش بقى طبعا. في الملعب حد يقول لحد هات الكوره. انا مره في موقف مستر جوزيه بنلعب في النادي الاهلي شادي رقم واحد كابتن احمد بلال خد شوط ضربه الجزاء وجابها جون، خصم من شادي وخصم من كابتن احمد بلال عشان هم اتفقوا على ده في الملعب بعكس اللي شادي رقم واحد فخصم للاثنين اللي احرز ضربه الجزاء واللي وافق. بس هو ده في سيستم محطوط لازم الناس تمشي عليه. انا قلت لك ده مصلحه فريق. يعني ان شاء الله ان تكون ما فيش مشكله لانه ليفربول زي ما قلنا محتاج يركز في مين افضل. عشان انا ليفربول وبرشلونه مين يوصل الفاينل مش مين اللي بنتمناه، عشان احنا بنشجع طبعا ليفربول عشان نجمنا محمد صلاح. لا انا مين فنيا انا 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 جماعيا ليفربول فرديا ميسي. يعني شايف ان ميسي دلوقتي حاليا هو اللي شايل الفريق. مين الاقرب لفاينل اوروبا؟ ما اقدرش اقول لك الصراحه لان انا بحب الفرقتين. طيب الجانب الثاني توتنهام واياكس. لا انا نفسي اياكس الصراحه، فريق شاب، فريق بيلعب كره ممتازه، طلع نادي يوفنتوس، طلع ريال مدريد، فطبعا انا شايف ان هو حس البطوله بتاعته. في ناس كده عندي بتقول اياكس اما انه ان شاء الله يعني لعيبه شباب في الفاينل لعيبه شباب بيلعبوا كره كويسه جدا سريعه منظمين في الملعب. فانا بتمنى استاذ ابراهيم حجازي قال كده، قال قبل ماتش اياكس ويوفنتوس رغم ان يوفنتوس الموسم ده في الشامبيونز ليج مع رونالدو ماشي بشكل قوي جدا، قال انا متوقع اياكس يعمل مفاجاه. بعد ما اياكس خرج ريال مدريد قال الفرقه دي هتعمل مفاجاه. فرقه كويسه. انا حتى اللاعب اللي راح برشلونه ده حاجه كبيره جدا يعني. طيب هنتكلم عن النهائي اللي بتتمناه لو بتختار، النهائي اللي عايز تشوفه من اربع الفرق في الشامبيونز ليج تختار مين؟ ليفربول واياكس. ليفربول واياكس. ليفربول ياخد الشامبيونز ليج عشان انا صعب. ناس كتير قوي بتقول ان ليفربول وبرشلونه ده هو نهائي البطوله. طبعا طبعا انا بقول لك ميسي في افضل حالاته فما تقدرش يعني ميسي لوحده في افضل حالاته خلاص يعني بامانه ده بيلعب كره ثانيه خلاص غير ان احنا بنلعبها. انا ما تقارنش يعني حتى ما هوش حد يساعده. انا حتى بوسكيتس ده كان شايف ان هو ده زي عاشور كده روح الفريق. بس يعني البطوله تبقى صعبه صعبه جدا. لكن ليفربول كفريق جماعي انا شايف انه افضل من لا وليفربول كمان عنده عناصر لو غابت الفرقه. أيوة. معدلها بينزل. لا بتكلم ان انت لو جيت قارنت برشلونه لو ميسي مش في حالته الطبيعيه برشلونه يقع. طبعا. لكن ولو صلاح وماني مش في حالتهم الطبيعيه الناس بتقول صلاح وماني كمان اي تاثر بغياب واحد منهم او مش في حالته في الملعب ليفربول بينزل بنسبه. لكن كجماعيا عندك ليفربول احسن اكتر طبعا. طيب لو الفريقين في احسن حالاتهم في المواجهتين القادمتين مين اقوى؟ برشلونه. طيب عموما انا بشكرك على وجودك معانا يا كابتن رضا واحنا سعداء جدا بالحوار ده وبنتمنى ان شاء الله تبقى انطلاقه جديده لك ولفريقك ونشوف شخصيه فريق نادي مصر في الدوري الممتاز. الشغل بقى اللي اشرت له انه موجود، السيستم الاداري والنجاح في ترتيب الاوراق ووضع الرؤيه عن طريق النادي الماليه والفنيه للفتره الجايه، وتبقوا ان شاء الله اضافه كبيرة جدا إن شاء الله في الفترة القادمة، ونشوف إن شاء الله إضافة كبيرة لكم بصمة حقيقية وتكونوا يعني ضيف محبوب جديد في الدوري الممتاز من جماهير الكرة المصرية كلها إن شاء الله. أسعدتنا بوجودك معنا على شاشة قناة الأهلي وبشكرك في نهاية هذا الحوار. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا كابتن رضا الويشي نجم النادي الأهلي سابقا ونجم نادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز المصري لكرة القدم. نهاية هذا الحوار بشكر حضراتكم على المتابعة، ولكن ابقوا معنا فقراتنا مستمرة من خلال الأهلي الليلة. فاصل ونعود. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أينما كنتم في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة وفقرة حوارية مهمة جدا في برنامج الأهلي الليلة النهاردة بنختتم فيها النهاردة حلقة الأهلي الليلة يوم الاثنين.
بالتأكيد عندنا موضوعات عديدة وعناوين مهمة، ويمكن دايما كل يوم اثنين ضيفي دايما بنحب نبدأ الفقرة الحوارية بتحديد عدد من العناصر والعناوين المهمة جدا عشان يكون هو ده محور حديثنا في حلقة النهاردة. ومهم جدا واحنا بنتكلم في العناوين والموضوعات نحدد بالظبط المرحلة اللي احنا فيها، ايه اللي محتاجينه وايه اللي مطلوب مننا الفترة الجاية. الأحداث بتأكد اللي بنقوله، وفي نفس الوقت واحنا بنشرح الموضوع وبنتكلم فيه بنتكلم فيه بكل موضوعية. كذا موضوع عايزين نتكلم فيه النهاردة. أول موضوع عايزين نتكلم على فريق كرة القدم في النادي الأهلي واللي بيستعد خلال المرحلة القادمة لمباراة المصري، مباراة مهمة جدا إن شاء الله يوم الخميس في ختام هذا الأسبوع. ومش عايز أتكلم في هذه الجزئيات وأتكلم على اللعيبة أو الجهاز الفني، لأن هم بالتأكيد شايفين شغلهم الفترة الجاية، إيه المطلوب منهم وإيه اللي محتاجينه وجمهور النادي الأهلي عايز منهم إيه، لأن خلاص كل الرسائل وصلت وكل المطلوب من الجمهور اللعيبة عرفته الفترة الأخيرة وعارفة إيه المطلوب منها الفترة الجاية. لكن أنا عايز أستحضر جزء مهم جدا في هذه الجزئية وهي جزئية التاريخ. دايما تاريخ النادي الأهلي بيبقى شاهد على الأحداث، ودايما تاريخ النادي الأهلي لو عدى 100 سنة بيبقى شاهد على اللي موجود. وقلنا دايما في المقولة الثابتة لو فات 100 سنة تاريخ الأهلي شاهد عليه، سواء في بداية الألفية الجديدة موسم 2001 لغاية 2004 في المواسم المحلية تحديدا، لأن الإفريقية الأهلي كان بيتفوق بها وقدر يفوز بدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي. أيضا في بداية التسعينات فترة البطولات المحلية، إزاي النادي الأهلي استعد بشكل جيد للمرحلة حتى نهاية التسعينات وقدر يفوز بعدد كبير جدا من البطولات العربية والبطولات المحلية. إذا الجمهور لو استحضر التاريخ هيعرف إن النادي الأهلي دايما ليه شخصية مختلفة عن كل الأندية، وإزاي بيقدر في التوقيت لما بيكون فيه أزمة إزاي يتخطى هذه الأزمة وإزاي يقدر يمر ليه قدام. الجزئية الثانية وأنا عايز أتكلم فيها على عدد من اللاعبين أو بعض الناس بتحاول تسترجع ذكريات أو حديث عن بعض القضايا، أو عدد من اللاعبين ممكن يكونوا رحلوا في فترة زمنية معينة في فترة سابقة وبيسترجعوا الذكريات والحديث فيها في التوقيت الحالي. في مقولة ثابتة في هذه الجزئية، تظل قيمة وقرار النادي الأهلي في قيمته المستقبلية واللي بتتحول لبعد فترة لمبدأ بتتوارثه الأجيال. بمعنى قيمة النادي الأهلي في وقت اتخاذ القرار بيكون له مكتسبات او بيكون له سلبيات او ليه ايجابيات. اوكي بنشوف القرار وقتها ايه اللي هيحصل فيه او ايه الايجابيات والسلبيات اللي ممكن تحصل من وراه، لكن المهم واحنا بنتكلم على القرار نتكلم على المستقبل، المبدا اللي بتتوارثه الاجيال بناء على هذا القرار اللي اتخذ في التوقيت ده، ازاي الاجيال بتستفيد من هذا القرار على المدى البعيد، وازاي القرار ده بيكون قرار النادي الاهلي دايما بيبقى قرار صح وسليم. مش عايز اتكلم عن امثله واتكلم عن لعيبه سابقه، لكن بتكلم على قيمه القرار بنحس في وقته بمعنى معين، لكن في المستقبل بنعرف ان قيمه القرار ده كان ليه مبدا بتتوارثه الاجيال. الجزء الثالث هنتكلم على موضوع التحكيم، وهنتكلم على المباراه القادمه اللي من المفترض حسب ما سمعنا هيكون حكم اجنبي، واتكلمنا انا وضيفي بالتاكيد اللي هرحب بيه دلوقتي عن جزئيه التحكيم وما حدث في المباراه السابقه واللي طلبناه والمفروض الموضوعيه تتم في هذه الجزئيه، لان اتحاد كره القدم دايما معني بتطوير اللعبه وتطوير عنصر التحكيم. وبالتالي اذا كان اتحاد كره القدم شايف ان الحكم اللي مش قادر يدير مباريات هتحسم فيها المسابقه، ازاي بيديله نفس القوه وبنفس الاداره في اداره مباريات بتحسم الهبوط. فبالتالي هنا في ازدواجيه في اتخاذ القرارات والمعايير، الحكم الاجنبي الموجود في اداره عدد من المباريات الحاسمه في بطوله الدوري في المقدمه، بالعكس تماما في المباريات اللي فيها هبوط بيبقى حكم محلي وحكم مصري، وبالتالي هنا في ازدواجيه بالنسبه لاتحاد كره القدم في هذه الجزئيه. الجزئيه الرابعه الانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه هنتكلم عليها برضو، لان بالتاكيد كان ضيفنا في الفقره الحواريه السابقه مع الزميل العزيز محمد الجندي كان الكابتن رضا الويشي احد اللاعبين الصاعدين مع نادي مصر للدوري الممتاز، واحنا بنتكلم على الانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه ايضا مهم جدا بالنسبه لنا كمان صعود طنطا واسوان الى الدوري الممتاز في هذه الفتره. لكن قبل كل هذه العناوين وقبل الخوض في كل هذه التفاصيل، يسعدني ويشرفني ان ارحب بضيفي في هذه الفقره الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتون. استاذ عصام برحب بيك منورنا ومشرفنا. اهلا بحضرتك واهلا بكل المشاهدين مشاهدين قناه النادي الاهلي في مصر وفي العالم العربي على الاقل. على الاقل طبعا استاذ عصام دايما بتشرف بوجودي معاك، ودايما ببقى سعيد لما بنطرح عناوين وقضايا موضوعات معينه في هذه الفقره. لا هو الفكره مش يعني بفكره تحديد الوقت اللائق بمناقشه قضيه ما بالظبط ومتغيرات تروح على الساحه من وجهه نظر الاداره الاعلام الجمهور بالترتيب ده والمتابعين. وبالتالي أكيد في قناة النادي الأهلي أنت تتولى إدارة المنتج الحلقة في الطريق
اللي يبعث بالرسائل المطلوب إيصالها للجماهير أو تناقش ما هو موجود من ضبابية في مشهد بالزبط. أزمات تحيط بالرياضة أو الإدارة كل في منحاه، ومن ثم يبقى الجزء بتاع أن أنت تنور للناس طريق يشوفوا منه وتفتح عدسة الكاميرا على كل ما هو موجود وحقيقي، والباقي بقى على كل أن يتحمل ما يفعله أو ما يقدمه. تمام. طيب إحنا عن نناقش كل هذه القضايا وكل هذه العناصر والموضوعات بالجزء الأخير. أولا هبدأ جماهيرية، لأن في الفترة الصبية جماهير عزيز بالضبط مش للمباركة وبس، لأنه هو ده الدوري اللي عايز يقول في دوري منور، عايز يقول في دوري مشتعل، عايز يقول في دوري، عايز يقول في صناعة، عايز يقول في دوري محترفين. يجب أن ينشأ على خلفية أن تستثمر في الأندية الشعبية ومع الأندية الشعبية. وأنا قلت لحضرتك معلش في عجالة قبل ما ينضم لنا يعني ضفنا على الهواء يعني أو عبر الأثير أو عبر الجوال أو الأرضي، الأهم أنه هو ده الاستثمار الحقيقي، لأنه مع صناعة واحتراف تبقى القيمة دفع جمع، مفيش حاجة اسمها دفع بس، لأنه لن يستطيع أن يجمع، وبالتالي أين الميزانية؟ أين الزبون؟ أين الجمهور؟ أين الصناعة؟ أين العاملين عليها؟ تمام. طيب فقرة سابقة كان زميلي العزيز محمد الجندي بيناقش موضوع صعود العدد من الأندية في الممتاز به إلى الدوري الممتاز، وكان من ضمنها بالتأكيد نادي مصر ونادي أسوان ونادي طنطا. لكن على التليفون بينضم لنا الكابتن أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا أحد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز، وتحديدا الكابتن ايمن ليه دور كده الفتره الاخيره في تصعيد عدد من الانديه سواء اللي بتصعد لاول مره او حتى العائده الى الدوري الممتاز. استاذ عصام تسمح لي ارحب بالكابتن ايمن مزين؟ بالتاكيد طبعًا. كابتن ايمن برحب بيك ومنورنا ومشرفنا على شاشه قناه الاهلي. ربنا يخليك يا استاذ محمد ومسا حضرتك وعلى استاذ عصام، وكل سنه وانت طيب، متشكر على المقدمه الجميله دي، ربنا يخليك. العفو. صعود الانديه الجماهيريه ده بالنسبه لنا شيء مطلوب وشيء مهم، لكن على المستوى الشخصي بالنسبه للكابتن ايمن المزين ازاي بيشتغل على الجزئيه دي ودايما كده متخصص في فكره تصعيد عدد من الانديه في الممتاز به خلال السنوات الاخيره؟ والله طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هي الموضوع بالنسبه لك انت بتبقى عارف المجموعه شغال ازاي، بتقدر تشتغل مع فريقك ازاي، تقدر توصل لهم نقطه انك تلعب تبقى فريق بطوله وانك تلعب على صعود، دي حاجات كلها بنشتغل عليها بنوصلها بجانب الامور الفنيه طبعا ودعم النادي ودعم مجلس الاداره، بيبقى حاجات مهمه، عوامل كلها بتكمل بعض في رحلتك للصعود. تمام. الشغل في الممتاز بيه اكيد اختلف في السنين الاخيره عن السنين اللي قبل كده. بص حضرتك ما اختلفتش كتير، بس طبعا لما بتشتغل في انديه جماهيريه غير لما بتشتغل في انديه مؤسسات وهيئات. يمكن انا جربت دي وجربت دي، انا في الرجاء كان انديه شعبيه هوا والشرقيه وطنطا، لكن في الاسيوطي كان الوضع مختلف شويه لان ده يعتبر مؤسسه او نادي ملكيه شخصيه، فكانت الامور بالنسبه له الاختلاف مختلف في الشغل فيه شويه عندي. دايما الانديه الجماهيريه بتبقى واقع تحت ضغط جماهيري كبير، الجماهير ما بترضاش غير بالفوز وبصعود فريقها للدوري الممتاز، بتشتغل دايما تحت لود تحت ضغط كبير جدا منهم، بتحاول انت تمتص كل الضغوط ديت وتحولها لنفسك لطاقه ايجابيه ليك ولاعيبتك. لكن الانديه الاستثماريه بتبقى الوضع مختلف فيها، امور مستقره، ما فيش ضغط جماهيري، مالك النادي بيهمه رفع المقام الاول الفوز وصعود فريقه للدوري الممتاز، فانا جربت ده وجربت ده، لكن طبعا ما فيش مقارنه بالمتعه، المتعه كلها بتبقى في الانديه الجماهيريه والنجاح في الانديه الجماهيريه. الميزه في مجموعه بحري ان اللي صاعدين منها دايما بيبقوا انديه شعبيه. هي انديه، بص حضرتك انا جربت اشتغلت في ثلاث مجاميع والحمد لله كان ليا صعود وتجارب في ثلاث مجاميع. تمام. لكن مجموعه بحري اصعب مجموعه في الثلاث مجاميع، مفيش مقارنه، لان مجموعه بحري دايما بتمتلك قاعده جماهيريه كبيره جدا والانديه الشعبيه فيها كتير، حتى الانديه الصغيره مش بسهوله حضرتك انك تروح تكسب اي فرقه، حتى لو فرقه تنزل للدرجه الثالثه بسهوله انك تقدر تروح تكسبها على ملعبها، لا صعب جدا، عكس مجموعه القاهره وعكس مجموعه الصعيد. فالانديه الجماهيريه النهارده احنا لاخر الثلاث اسابيع تسع انديه او ثمان انديه بتنافس للصعود للدوري الممتاز، وكلها انديه كبيره وكلها انديه لها تاريخ وكلها انديه لعبت قبل كده في الدوري الممتاز، فكان الدوري السنه دي بصراحه كان قمه في الصعوبه وقمه في المتعه في نفس الوقت. ابرز الصعوبات اللي واجهتها يا كابتن ايمن؟
كان بدايه توليه المسؤوليه. انا كنت بادئ المسؤوليه كان الفرقه في المركز الثامن تقريبا، وكان النتائج ما كانتش كويسه، فحصرت مباراه المنصوره. دي كانت بدايه كانت سيئه جدا لينا. المفروض ان النادي جاي باين ازاي على اساس ان الفرقه ترجع للخط الصحيح وترجع للمسار الصحيح، وجينا بالخساره بعدها خساره من غزل المحله خارج ارضنا. اجتمع بيها مجلس الاداره وقال لك كابتن ايمن احنا معاك وقدرنا نصعد السنه دي، نصعد ما قدرناش السنه الجايه ان شاء الله تشتغل وتعمل فيها للسنه الجديده. دي كان الكلام ده ليه مفعول السنه. احنا قدرنا الحمد لله ان الامور دي كلها تتحول لطاقه ايجابيه، وقدرنا نحول مسار الفرقه، ويمكن بعدها الحمد لله كلها الحمد لله مكاسب، ما خسرناش الفرقه، ما خسرتش تاني، وقدرنا نرجع للمنافسه. وكان الحمد لله قدرنا ننهي المسابقه بعد اسبوعين او قبل اسبوعين او ثلاثه من نهايه الدوري الحمد لله. الحمد لله. كابتن ايمن المزين اتفضل. كابتن مصطفى الاول طبعا ابارك له، لان يعني هذا المدرب يعرف طريقه جيدا، بيتعامل بالشكل اللي يسمح له بالتالق، بيختار فكره يعني بقى اسطى بقى صنايعي في منطقه. ربنا يخليك كابتن، ده شغلك وتعبك. اعتقد دي رابع مره تصعد فريق يا كابتن. الحمد لله. ده انت متساويا يعني مع المعلم شحاته، خلي بالك. لا بس هو طبعا شرف ليا، وانا مهما لو اعمل مش هقدر ان انا اوصل للاسطوره بتاعتنا كابتن حسن شحاته، اسطوره في التدريب ومثل لينا كلنا، يعني احنا بنجتهد بس لا فعل نحاول نقرب منه يعني. لا فعل حسن يعني هو حسن شحاته، بس ده فعل حسن ان انت تبقى واخد نفس الخط، لانه الكابتن حسن برضو لمن لا يعرف لما راح في المنطقه دي راح بقناعه ان النادي الشعبي هو من يستطيع المدير الفني انه يلاقي للصنعة يعني مردود، يلاقي لشغله وجود، يكفي مباركة جمهور في أي ملعب أو في الشارع اللي فيه النادي نفسه وهو بيبارك لك على فوز أو بيتمنى لك أن تعود سريعا مثلا من نتيجة لم تكن جيدة، من تعادل غير مرضي، من إلى بقى زي ما أنت عايز. وبالتالي كابتن كان أكثر عمق، لأنه طبعا نجم الكابتن حسن وأهل نفسه كان مختار فريق، يبدو أن أنت رايح في السكه دي. ربنا يوفقك بقى وتستطيع ان تقدم نفسك بتطوير جديد وبسوفت وير جديد قد يدفع بيك بقى مع طنطا في الممتاز. وانا بقول دايما ان مفيش يعني مؤسسه ناجحه ومؤسسه فاشله، توجد اداره ناجحه واداره فاشله. الاداره الناجحه هي اللي عملت اللي حضرتك قلته، لانه ده موضوع مهم لينا يعني كاعلام وكوسط كروي في صناعه اسمها كره القدم. ليه؟ لما كنت راجع بهزيمة قالوا لك إن لم نصعد هذا العام فلنصعد العام القادم، لكننا على قناعة بوجودك. وده يساوي بالنسبة لي كابتن أيمن، وعايز أسمع رد حضرتك، ده يساوي بالنسبة لي إدارة محترفة محترمة تؤكد على معاني كثيرة. مشيل غير عدل بدل، لم يفكروا في سرعة التغيير ولا تلبية، رغم أنه ممكن في وإنما على المؤسسات أن تجلب لها الفرحة والنصر والسعادة والبهجة وكل شيء. وبالتالي حظك أنك تعاولت مع رجل يحترم نفسه ومعه مجلس رائع هو فايز عريبي. الحقيقة فايز عريبي أنا بشكر حضرتك طبعا، كلام حضرتك ده وسام على صدري طبعا من إعلامي كبير زي حضرتك. العفو. والله لكن فعلا هم اداره، يعني ده اللي شجعني فعلا ان انا استمر مع طنطا في الدوري الممتاز. اداره متفهمه، اداره واعيه، اداره هتساندني لغايه لما اظهر نفسي في الدوري الممتاز بشكل يليق بالنادي ويليق بيا. والحمد لله، ويا رب ان شاء الله يقدرني ان انا اعمل لهم حاجه كويسه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا حضرتك. شكرا. شكرا ليك كابتن ايمن، وكل التوفيق ليك ولطنطا وكل الانديه الشعبيه يا رب خلال الفتره القادمه. موضوع مهم، موضوع الانديه الجماهيريه يا استاذ عصام. شوف الثاني مين اللي صعد؟ اسوان وجنوب الوادي. ويا للعجب انه ان شاء الله ممكن تبقى عدوى تنتقل، خاصه انه بين الثلاثه الصاعدين نادي مؤسسه طبعا شيء وتعب وعمله، لكن اين المردود؟ هل المردود فترينات لعرض النجوم والمتجرف اللاعبين مثلا؟ اللي هو ما هو انت بتعمل ايه في انديه المؤسسات؟ يقول لك انا بكسب من الكوره. لا، الكوره صناعه، مش بتكسب منها لما تجيب 10 لاعب فتبيع واحد لاعب، لانه دي عامله بالظبط ممكن واحد يقدر يعملها، ممكن واحد يقدر يعملها مش بنادي واللعب وحجز مكان في دوري، واخد بالك، لكن في فريق جوال
يبيع ويشتري اللاعبين. طيب لو نقلنا الفكرة ومدينا الخيط على امتداده، قد تستطيع هذه المؤسسات أن تضع وفقط اسمها وكامل إمكانياتها مع الترسانة مثلا، ولك أن تتخيل ها إزاي يبقى في ملعب منور جماهير، إزاي يبقى في زبون لصناعة كرة القدم، إزاي يبقى في فتح باب بالرزق من أول زيادة العمالة في الملعب النجيل الأخضر، في حجرات الملابس، في الجيم، في كل ما يمكن أن يكون صناعة واحتراف يساوي دخل أندية كبرى في العالم بتتعرض لعقوبات شديدة وبتصل لإيقاف قيد وبتصل لغرامات مالية منهم. النادي اللي بيلعب فيه بنينة تريزيجيه دفع 4 مليون يورو غرامة أعتقد الموسم اللي فات أو اللي قبله لعدم ضبط الميزانية. يا رجل ما هي الميزانية؟ الميزانية تذاكر، تيشيرت، تسويق، مج، زي ما قلت لك مرة هل في أندية نروح نشتري 4 تذاكر أنا وأنت واثنين زمايلنا؟ قلت لي لا. وبالتالي ما أسعدك وأنت تسمع أن هناك نادي شعبي صعد. لكن على الجميع أن يوفر ما هو ميزانية، وعلى الدولة، وأنا أشعر أن هناك قريبا تحديثات في السوفت وير بتاع صناعة كرة القدم، بس إن شاء الله تمر أمم أفريقيا على خير ما تمكن أن تكون رؤية الدولة المصرية في الإدارة بالفنيات مع أهلها. تمام. وبالتالي أعتقد أنه ده هيبقى استعدادا لنقلة تانية، لأنه مع عودة الجماهير يعني إن شاء الله بكامل سعتها، الأندية التي لا تملك جماهير ماذا تملك؟ هل هو زي ما قلت لك مجرد عرض لنجوم؟ هل هو زي ما اتفقنا أنه يبقى داخل فقط العنوان؟ ولا نحن نريد سكان وبالتالي تنشأ عليها إن صح يعني التشبيه مدن، لكن أنت تعمل لي مدينة على أشيك ما يكون ما فيها السكان، إيه بقى؟ هتبقى مدينة الأشباح. شكرا. وبالتالي ننتظر الحقيقة مع كل مناحي وملفات الاقتصاد المصري ومناحي الاقتصاد في كل الأفرع أنه الاقتصاد الكرة جعل الدور، وأن هذه الصناعة ستكون فاعلة في قادم الأيام إن شاء الله. الفكرة كمان يا أستاذ عصام في الأندية الجماهيرية لما بتصعد، الفكرة إزاي نحافظ عليها عشان تستمر ويطلع أندية جماهيرية؟ ما هي عايز الشراكات دي، ما تقوليش إن أنت طول الوقت هتلاقي نموذج الراجل المحترم المحاسب فايز عريبي. ليه؟ لأنه أساساً طنطا مدينة عظمى معتادة على أن يكون لديها فريق، بل ملاعب وأندية أخرى ومنتديات زي ما كانت كل عاصم المحافظات، وزي ما مصر 2013 عنوان مصر الجديدة بيحاول يرجعها ترجع عواصم المحافظات ومشروعات جديدة بجانب الظهير الصحراوي طبعاً ومد شبكات طرق وما إلى ذلك. هنا بقى في المشروع أو في الخريطة الكروية لازم تنشأ الشراكات دي، لأن الراجل ده لأن عنده دخل محترم للنادي، وأيضا صاحب رؤية سواء في قطاع الناشئين ثم الفريق الأول، بيقدر يعمل حكاية أنه يعرض لاعبين أحيانا، لكن مش شغلته الرئيسية. ليه؟ لأنه عنده نادي له جمهور، له زبون. إذا عادت الجماهير إن شاء الله، وده أمر مفروغ منه، ها شوف بقى البث، شوف التذاكر، زي ما قلنا هيبدأ الولد يلبس تيشيرت طنطا، صحيح ممكن يختار واحد من فرعي الأسرة الكروية الكبرى زي كل العالم، إنما ده غير يوم الجمعة اللي هو يوم ماتش طنطا أو ماتش أسوان. وبالتالي لا، أنت بتتكلم عن مردود آخر، عن مردود بشكل مختلف. هذه الشراكات هي التي يجب أن نفكر فيها الآن، واللي عاوز نماذج أضرب له ملايين النماذج بمؤسسات تستطيع وهي مشكورة أنها تقوم مش تقيم، تقوم فريق، لكن يجب أن تكون بمشاركة نادي شعبي، وإلا فلا. يعني يبقى المردود إيه؟ ما احنا مش فاهمين المردود إيه. يا إما يعملوا بقى دول دوريات لوحدهم، يبقى معروف أن الغرض منهم هو عرض هذه السلع، بدل ما بتدور على وكلة، لا يبقى ده مثلا اسمه دوري، دوري الاختيارات، دوري يعني مثلا زي مول كده للعيبة، لأنه بدون جماهيرية، الجماهيرية تبنى يا سيد الفاضل في قرون، يعني ما بتبناش كده، ده الحضارات نفسها كده. ما يميز مصر عن الآخرين مثلا عراقة 7000 سنة، ثم حاضر يجب الاهتمام به ومستقبل ينظر إليه. تمام. هو ده الموضوع. بمناسبة الحاضر والمستقبل والتاريخ، أنا تعمدت وأنا بقول عناصر الحلقة النهاردة أو الموضوعات اللي هنتكلم فيها، وأنا عايز أتكلم عن فرقة كرة القدم، لأن الكل بيتكلم عن فرقة كرة القدم في التوقيت الحالي بما له وما عليه،
بما كانت النتائج سواء إيجابية في مرحلة أو سلبية في مرحلة أخرى. تاريخ النادي الأهلي أنا بحب أستحضره في المواقف اللي زي دي. ليه؟ لأن تاريخ النادي الأهلي وتاريخ وإحنا خلاص يمكن خلال أيام أو خلال ساعات بنسترجع ذكريات تاريخ 112 سنة أهلي 112 سنة منذ إنشاء عام 1907 و 2019. لكن في فكرة المقولة لو فات 100 سنة تاريخ الأهلي شاهد عليه. ليه أنا بربطها بالحديث عن فريق كرة القدم؟ لأن شخصية الأهلي تحديدا في كرة القدم عدت علينا مراحل معينة واجهنا فيها صعوبات مش في التخطيط أو في الاستراتيجية، قد يكون في التنفيذ سواء وانت بتلعب محلي أو بتلعب إفريقي، وخسرت عدد من المباريات أو عدد من البطولات، لكن قدر الأهلي بشخصيته بإدارته بقدرات لاعبيه وأجهزته الفنية يتخطى المرحلة دي. بداية الألفية الجديدة وانت كنت خسرت حوالي دوري ثلاثة مواسم متتالية، ثم انطلقت من 2004 لغاية عصرنا هذا، يعني عدد البطولات المحلية بطولات إفريقية في بداية التسعينات نفس الاستحضار للتاريخ في نفس هذه الجزئية. إزاي نقدر نوعي جمهورنا وإزاي نتكلم مع جمهورنا في هذه الجزئيات يا أستاذ عصام في مسألة فريق كرة القدم وما هو المطلوب مننا كلنا إزاي المرحلة القادمة عشان نعالج ما يحدث في التوقيت الحالي؟ أولا جمهور الكرة في مصر الأغلب العام منه فاهم، فما بالك بجمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي لولا أنه واع ما كان ليبتعد عن كل صرخات الاستهجان وصياحات الأزمات والتوقيعات، أو مش التوقيعات كده اللي هي الوقيعة، الوقيعة يعني. واخد بال حضرتك؟ مش التوقعات. ويرفض أيضا الانضمام للمطالبة بأنه للجمهور رأي في الفريق، للجمهور رأي في الخطة. لا 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 لا، هذا لا يحدث لا مع الأهلي ولا مع الكبار حول العالم. لكن لابد من أن يكون يقين الإدارة هو إهداء هذه الجماهير ما يثلك صدورها، وهو بالزبط. الفوز والبهجة وحلو الأداء قبل حتى الفوز. ليه؟ جمهور الأهلي دايما كان رهانه الدائم ومستمر على فكرة، والناس شافت لقطة ماتش سان داونز التي انتهى بها النصف الآخر اللي هي مباراة العودة، يعني اللي هي أنت قدمت هذا ما يمكن أن يشعرني بالكبارة والسعادة. لكن أن تكون بتكسب وتجري أو بتضرب وتجري زي ما بيقولوا ضربني وجاني ده الواد ده بيضرب، لا. الأهلي وكل أصحاب التواريخ مش من النوعية دي، لكن كمان للجمهور حقوق. الجمهور مش قادر يتحمل فكرة أنه في حداثة وتحديث حواليه، وأيضا حوله من يريد أن يشبه الأهلي، من يريد أن يكون على تماس مع الأهلي، وبالتالي يحاول يحط لك مطبات صناعية. الاجتهاد وكبارة الأهلي إدارة ونجوم و أيضا جهاز فني أو أجهزة فنية على التوالي، الكبارة كلها بقى أنك تقدر تقفز هذه الموانع. إذا لم يحدث هذا الآن فالمؤكد أن جمهور الأهلي بينتظر بس أول قفزة لأول مانع. هنقول له عن التحضير، هنقول له عن التحديث القادم، لكن هو برضو يريد أن يسمع حاجة كده زي ما يقولك بسعر اليوم. بالضبط. بسعر اليوم. لكن لما تستحضر عنده زي ما حضرتك قلت تاريخه وحاضره القريب مش هيخاف من المستقبل أبدا، لكنه برضو عايز يعرف هي الحكاية إيه. هل زي ما أنت قلت أن الحداثة ومرور سنين طويلة وكذا لما يبقى فيه منافسين كثر، هل ده معناه أنهم يستطيعوا أن يحدثوا أنفسهم وأدواتهم ومؤسساتهم بصورة تجعل الأهلي عندما يحدث لا يستطيع اللحاق؟ مش صحيح، وإلا ما كان اللحق بيه حوالي 14 نقطة على ما أعتقد. بالزبط. لحق ولم نفسه بسرعة، لكن وانت بأدوات التغيير أعتقد أنه الحكاية هتمشي واحدة واحدة. لكن الناس بس عايزة تشوف أمارة، وجمهور الأهلي الأمارة اللي عايز يشوفها بسيطة جدا، مش عايز يشوف القمر كامل أو البدر كامل زي ما هو متعود، عايز يشوف بس بداية الهلال، يعني أن الهلال بتاع التطوير ده يحدث. هل العصر اختلف؟ أي عصر؟ عصر توقيت المتابعة والانتظار ومتابعة النتائج وانتظار النتائج الإيجابية والضغوط. طبعا اختلف، لكن برضو أنا عايز أقول لك حاجة، ما أنا بقول لك الأداء هو الحقيقة، عشان يعني اعتدنا لما كإعلاميين نعمل أو نكون موجودين في الإعلام الأحمر أن أنت عندك جرأة أنك تقول، ما هو برضو الناس مش هتتحمل كتير أن واحد يروح للجون ويضيع ست فرص لأنه هو مش عايز يشتغل على أدواته. انه ازاي هنا دي بتضيع، لازم يا اخي حد يصورها له ويقول له عشان يجي هنا يتمرنته ساعه. صح. على الشغلانه دي.
ومش هيسعف برضو الجمهور اللي هو عامل اللي عليه انه يشوفك وانت بتدافع خايف من مهاجم معتبره فز. لا يا عم، وانت في النادي الاهلي اذا انت فاز، ما وانت في النادي الاهلي اذا انت فاز، وبالتالي مش هيشوف لاعب ها بيخلع من المسؤوليه بدعوى انه تعبان غير لائق ومش عايز يرجع بنهم ومش عايز يضحي بنفسه ومش ومش ومش، لانه في الاخر لو درس التاريخ هذا اللاعب او ذاك، والحقيقه هناك الكثير من النجوم يحتاجوا الكلام ده، وان كانت اداره الكره بالنادي الاهلي والكابتن حمود الخطيب مخولا عن المجلس، هو ده اكيد اللي بيقوله لهم، لانه هو مش هو بس واغلب جيله، اغلب لكن مش الكل الحقيقه، لانه برضه في كل جيل بيبقى فيه الناس اللي زي ما قلنا لا تستطيع تقديم هذا الحب الغريب. حمود الخطيب والذين يشبهونه يعانوا في حياتهم العامه من خدمه النادي الاهلي، اصابات ثم حقن ثم تحمل ادويه، السايد افكت بتاعها ليس لصالحك. صح. لبعث رساله للجمهور بالبهجه وكذا، لكن الاخطر الان هو الا تكون العيله الحمراء متجمعه، الا تكون العيله الحمراء واقفه في ظهر بعضها، الا تصدق العيله الحمراء الا ما يعلن رسميا، ناهيك عن كل اجهزه التشويش. المشوشون لازم الناس تقول لهم مش وقتكم، وعليهم ان يتاكدوا. عارف لو قلت لي سمة العصر هقول لك ايه؟ شائعات، تشويش، الكل يبحث عن ما هو جديد، عن اثاره. الناس بقت بتعتبرها كمان، او اغلبيه يعني بقت بتعتبرها شطاره، وبالتالي الى ان يظهر عكس ما يسلط على اذان الاهلاويه، لا برضو انت محتاج مواقف صارمه من الجهاز الفني واللاعبين. ما تقوليش في لعيب في الفريق الاول في النادي الاهلي كلاس ايه في الكره العربيه والافريقيه ويقترب وتماسه من العالميه وهيبقى محتاج درس في ادواته هو الشخصيه، ضربه الراس، التاكلينج وما الى ذلك. الموضوع سهل قوي، واعتقد انه العلامه الفاصله هي مباراه المصري مش على النتيجه خالص، على كل اللي قلته لحضرتك. هل اللي بيعمل تاكلينج بقى بيعملها احسن من ماتشين ثلاثه فاتوا؟ هل اللي بينفرد بيحطها في الجون احسن من ماتشين ثلاثه فاتوا؟ مش هقول احسن من فتره طويله. هل اللي بيرفع الكوره بيرفعها بالمقاييس العالميه، عرضيه برازيليه قويه ولا لسه بالونيه؟ وهكذا بالتفاصيل، يعني قصدي فنيه. الذي لن يقدم هذا الحقيقه يبقى هو شغال لاخر الايه المحطه، يعني الاتوبيس زمان كان بيوصل الموقف، يبقى ده الراجل هيفضل راكب معانا الاتوبيس الاحمر لغايه نهايه الطريق يعني. بس لكنه مش هيبقى في القلب من هذه يعني الحافله الحمراء التي تنطلق بكل سرعه وفيها احسن ركاب واحسن سواه واحسن كومساري واحسن كل حاجه. بس العهده الان على الجهاز الفني واللاعبين، لانهم تم التعامل معهم بعالميه، وانا اعني ما اقول، الا وهي نحن نثق فيكم، حضراتكم كملوا. لم يسمع احدهم يعني انه هيجي له خطاب شكر، ولم يسمع المدير الفني انه هيتم انهاء تعاقده لا دلوقتي ولا بعد شويه. سيبك بقى من الكلام ده الذي لا يمكن ان يصدر عن اداره النادي الاهلي، اللي هو حكايه الباكج دي، يا مسيو يا مستر حضرتك انت في شويه ماتشات بعدين امشي. ما في اللغه دي مش ممكن موجودة تكون في النادي. يا سيادي الفاضل، في كل يعني زمن عائلات، انديه، زي ما انت، دول لها كده سمات تغييرها يعني يجعل ما يسمى الانهيار قادم لا محاله، الا وهي ان انت انا قلت لك مره هنا لو انت فاكر، لو العبد لله او حضرتك قدر لينا ازاي ما تسالنيش انك تبقى المدير الفني لو اتى من هو في كره القدم، هو في بقى بعد الخطيب ها ويجمع كمان كتيبه من الامهر، وقالنا اوضه اللبس، اوعى تفكر ان حد فيهم يقدر لسانه يسالك هتلعب بمين بكره، ولا يقول لك هو الجندي لعب ولا لا، ولا يقول لك هو قلب معانا ولا روح، مستحيل. الكلام واحد، عليكم ان تؤدوا كما هو مقاييس هذا الشعار، عليكم ان تؤدوا من ظل المانيفيستو الذي اسس عليه هذا النادي ومن ثم هذا الفريق، غير كده لا يوجد اي كلام، ولا حضرتك لاعب لي الباقيين ولا التانيين ولا التالتين ولا اي حاجه. في مكان حضرتك هنا على مدار الاسبوعين الماضيين صدفه ان كان معايا احمد بلال واحمد ابو مسلم، اتنين لعيبه
احمد بلال كان كابتن الفريق وقتها في موسم 2002 2003، وابو مسلم كان لسه جاي للاهلي بعد كاس العالم الارجنتين في الشباب، كاس طبعًا الشباب الشباب وتواجد مع بطوله العالم وبطوله العالم، وابتدى يخش ويندمج داخل صفوف النادي الاهلي. وكل واحد حكى واقعة موسم 2002 2003 لما الاهلي خسر الدوري في اللحظات الاخيره امام انبي، وازاي اتحضرت شخصيه الفريق والكابتن الخطيب وقتها لما كان نائب رئيس النادي والمشرف على فريق الكوره، قعد معاهم واتكلم معاهم وحضرهم كويس لمرحله الكاس. وكان في التوقيت ده الجمهور دخل ملعب التتش ووصل رسائل كبيره لعدد من اللعيبه. الرسائل دي قد تكون في التوقيت الحالي وصلت بس بشكل او بطريقه مختلفه عن العصر من 16 سنه، لكن الفكره نفسها الاجتماعات اللي تمت ازاي صنعت فريق مختلف تماما في بطوله الكاس عن الفريق اللي كان بيختم بطوله الدوري وخسر بطوله الدوري. محاور الحوار ايه لو انت فاكرها؟ نفس المعاني اللي بنتكلم فيها، لعبوا بما يستحق النادي الاهلي، قدموا ما لديكم من كره قدم. لكن لو هل حد فيهم قال لك الكابتن قال لي يا ابني اما تروح ناحيه الشمال ارفع برجلك اليمين، قال له بلال ازاي ما حطيتهاش بدماغك؟ ناهيك بقى انه لا يمكن يكون قال للجهاز الفني انت لعبت يا ابو مسلم ليه وما لعبتش ابو المجد، او لعبت يا محسن ليه وما لعبت سعيد. هذه هي تركيبه النادي الاهلي، لكن ايضا على اللعيبه، مش هقول المقصرين، الاهلي لا يختار مقصرين، لكن على اللي فاهم انه النادي الاهلي يرضيه اقل من 99% يبقى هو من نفسه ياخد قرار انه يدور على مكان يقبل مجموعه ده بالزبط. مجموعه الكروي ده بصراحه شديده. وانا قلت لك على بعض اللاعبين او هنا في القناه وفي كل الاماكن اللي رحتها من الموسم الماضي انه اذا اردت ان تعيد روح الاهلي والموجوده في فانيله الاهلي فلا بد من اجساد جديده تلبسها هذه الروح، وبالتالي أتت هذه الأجساد على ما أعتقد لم يقدم أي نادي آخر يعني صفقات كما قدم في أول لفريق النادي الأهلي في انتقالات الشتاء. ومن ثم الدور بقى على حضراتهم، الدور على حضرات الجهاز، وأنا بقولها صراحة عشان أنا قلت لك كيف لا يتحدث أحد عن هذا الجسامة قبل الماتش. دي بقى اللي كانت تقاليد وأعراف مش يجب ان تنتهي، يجب ان تحدث هي الاخرى في اداره الكره بطبيعه العصر الحالي، لان طبعا كان لازم صياح وكتابات وكلام للنقاد الحقيقه يعني عن تاريخه، ما حدش بيقول نستعدي عليه حد، لكن ما تستناش لانه هذا هو الاهلي كان افعلها طبعا، لكن امتى؟ في وقتها الاهلي باحدث عمله يتعامل، ومن ثم تعالى بعدها على الحكم اللي بعده واللي بعده، تعالى بعدها اذا لم يعلنك يعني الساده عصام عبد الفتاح والساده لجنته ها بمن هو الحكم ومن اوروبا الغربيه، وقلت لك هنا من اللي نسمع اسمه سمعناه في النشره، لا مش هروح يا عم الاستاد، لا حياتي بس مش هروح الاستاد يوم الماتش. الاهلي لا يصدر ازمات لهذا الوطن، لا مش هلعب الا بالمقاييس دي. انا ما بقولكش تجيب لي انهي حكم فيهم، لكن يعني ارماتوف ده ما يجيش ليه يعني؟ انا عايز افهم يعني. طب اقول لحضرتك على حاجه قبل ما نخش في ملف التحكيم لان في تفاصيل تانية. لا ده مش في ملف التحكيم، انا بقول لك على النواقص اللي في اداره الكره الحمراء زي ما قلنا على اللاعبين. بقول الكابتن سيد وايضا من النابهين، وانا عارف انه بيتقبل لان ده مش نقدي، بتقبل الاضافه ان صح التعبير يعني. لا هناك الكثير مما يجب عدم تاجيله. تحدث اولا، قولها مقدمه ما تقولهاش خاتمه. لازم الامور دي بصراحه شديده. طيب قبل ما نكمل حديث في هذا الموضوع، كان في مؤتمر لاتحاد الثقافه الرياضيه، قناه الاهلي كانت موجوده في هذا المؤتمر، وناقشنا او سمعنا في هذا المؤتمر دور اتحاد الثقافه الرياضيه في اكتشاف المواهب بالجامعات. نخرج لهذا التقرير، في اثنين من النقاد الرياضيين بيتكلموا عن هذا التقرير، ثم نواصل الحديث مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. اهتمام وزارة الشباب والرياضة هو اللي دفعنا أو خلانا نكتشف، يعني ادانا فرصة ان احنا نقدر نكتشف مهارات ومواهب الشباب المصري اللي موجود يعني خلال في الجمهورية كلها. احنا دايما كنا التركيز دايما كان بيبقى على القاهره والمدن الكبرى، لكن احنا دلوقتي اتحاد الثقافه الرياضيه بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه قدر ان هو يوصل لاماكن بعيده جدا، الوادي الجديد، العريش،
كل المحافظات وجميع الجامعات، لان الجامعات دايما يعني الواحد مبسوط، يعني كان بيسمع زمان في الجيل بتاع ابهاتنا ان الجامعات كانت والمدارس دايما هي المكان الخصب اللي بيطلع منه كل المواهب سواء الفنيه او الرياضيه والتمثيليه والفنيه، كلها كان بتطلع من المدارس والجامعات. لكن اندثرت الحاجات دي في السنوات الماضيه وبقت دايما معتمده على المراكز الخاصه او الانديه الرياضيه وحلت محل المدارس والجامعات. فطبعا دي كانت فرصه بهذا النشاط طول السنه، بيشتغل طول السنه، بتدور جامعات في جميع الاماكن ومهما كانت بعيده، في اسوان والوادي الجديد، يعني من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، بنكتشف المواهب في جميع الفنون وأيضا المواهب الرياضية في لعبات مختلفة. فده إنجاز كبير وبيتم تكريمهم النهاردة. واللطيف اللي فيها إن الكل بيكرم، اللي فائز واللي حتى اللي ما فازش، ولكن مجرد المحاولة والمشاركة دي في حد ذاتها زي بالضبط ميثاق الدورات الأولمبية، المشاركة أهم والتمثيل المشرف مهم جدا جدا، مجرد التواجد فالكل كسبان. بالتأكيد النهاردة يوم رائع، لأنه يعني اتحاد الثقافة الرياضية بدأ يجني الثمار اللي هو قاعد يغرسها على مدار ما يقرب من 10 سنوات لتوصيل رسالة للشباب، رسالة المهمة اللي عايزين نقولها أن الثقافة والرياضة ونبذ التعصب والتسامح شيء رائع جدا جدا، وأنشطة كتيرة ومتعددة بيعملها اتحاد الثقافة الرياضية، وأنه وزارة الشباب ترعى وكل جهات كتيرة جدا ترعى هذا العمل، معناه أنه عمل مخلص، عمل من أجل بناء ثقافة الشباب، الثقافة اللي احنا مفتقدينها في بعض ملاعبنا اللي هي ثقافة نبذ التعصب والتسامح والحاجات دي كلها. وإلى جانب ذلك بتكشف عن مواهب رياضية، مواهب من الشباب سواء في الغناء سواء في التمثيل سواء في الرياضة سواء في كرة القدم سواء في الألعاب الأخرى. أعتقد أن الثقافة الرياضية أصبحت منهاج، وأنا بحيي القائمين على الاتحاد المصري للثقافة الرياضية واللي أصبح دلوقتي اتحاد عربي كمان للثقافة الرياضية، وإن شاء الله أعتقد إن هم يعني في ثمار كتيرة قادمة على الطريق إن شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير. ودور مهم جدا لاتحاد الثقافه الرياضيه في تثقيف كل الرياضيين وكل المتابعين، اعلام، جمهور، حتى المسؤولين بيحضروا هذه المؤتمرات بيسمعوا راي المفكرين ودور الثقافه الرياضيه خلال الفتره القادمه، مش في كره القدم، في الرياضه بشكل عام داخل مصر. استاذ عصام تعليق حضرتك. لا مهم جدا، الثقافه اصلا بنت يعني مصر الحديثه ان صح التعبير. كان في اصلا يعني الثقافه الجماهيريه دي كانت بتتجول في القرى والنجوع، يعملوا يوم في مسرح حتى لو كان يعني قصة شفيها ومتولي أو عزيزة ومش عارف ومين بالأرجوز. صدقني يعني هذه هي المطلوبات الآن، أن تعيد التثقيف. قبل ما أجي لحضرتك كنت بكلم السيد كامل أبو علي، هو الحقيقة رئيس لجنة السياحة في أمم أفريقيا. يعني عجبني جدا لما بسأله اللجنة عاملة إيه وكذا، قال لي أنا بحاول أخلي كل مصر السياحة في استقبال الحدث، بحاول أثقف كل العاملين في المطارات والعاملين في الأوتيلات على رحابة السعة، على أنه يعرف كلمتين إنجليزي. هذا هو تثقيف مطلوب، مش بس أنه يحضر بامفلتز وصور لمصر وكذا أو زيارات، كل ده طبيعي جدا، لكن الأهم هو هذا التحديث. وبالتالي فعلا يعني الزملاء في اتحاد الثقافة سواء زميل أشرف محمود أو صديقي العزيز أيمن بدرة كلهم أصدقائنا، أعتقد إن هم شايلين يعني عبء لطيف إنه بيعملوه لصالح هذا الوطن، وأيضا يحمل سمات كثيرة جدا نحتاجها. أتمنى إن يبقى فيه أكثر من رافض، مش بس لاتحاد الثقافة الرياضية، لفتح أذان شبابنا على العالم الخارجي وما يمكن أن يكون شبه الدنيا. وأنا ده اللي بقول حضرتك، عايز تبقى برشلونة وريال مدريد وكذا،
طب اتصرف بنفس المنطق لو سمحت. لو سمحت انتوا بتعملوا يعني بيبقى حدث جلل مباراة فريقك الغربي يعني او الاوروبي حتى في الكافيه بتذهب بالتيشيرت وكذا وتتفرج وبقى ليكوا سمات، اعملوها في الملعب او اعيدوها للملعب المصري، تثقيف من نوع جديد حتى بينكم البين، واخد بال حضرتك مش بس باتحاد ثقافه او غيره، لكن جهد الحقيقه محمود لانه في الاخر ما وراهوش اي منطق لا ربحيه ولا شهره، فهم بالضروره الحمد لله ناس معرفه المسؤولين يعني وزملاء افاضل لهم اسمائهم ومكانتهم كمان. بالطبع وبنتشرف بيهم دايما في كل الاحداث الرياضيه بالطبع فعلا. طيب زي ما كنا بنتكلم في الجزء الاولاني عن تاريخ النادي الاهلي وربطناه بالحاضر والمستقبل، ولمسنا في جزئيه فريق كره القدم اللي بيستعد للمرحله القادمه وعنده 8 مباريات، الانتصار في الثمان مباريات بيعني 24 نقطه، اذا صداره الدوري، اذا الفوز بالدوري العام، لكن ده بيتطلب زي ما الاستاذ عصام شلتوت اتكلم على شخصيه اللاعبين، دور الجهاز الفني في التوقيت الحالي والسوفت وير بالطريقه اللي ممكن بها تدار الامور خلال الشهر الأمور القادم. الفنيه، الامور الفنيه طبعا بالظبط كده. واحنا في هذه الفقره دايما مش معنيين بالجزء الفني اللي هو التفاصيل التكتيك والامور دي، لا احنا بنتكلم في الجزء الاعلامي او الجزء المهني اللي نشرح بيه للجمهور الاوضاع في التوقيت الحالي. طيب العنوان الثاني ويمكن ما بين السطور في معاني قد البعض قد يفهمها وقد لا يستوعبها في التوقيت الحالي، لكن انا عايز الرساله اللي عايز اوصلها للناس، في قرارات سابقة اتخذت في فترة التسعينات وفي بداية الألفية مع عدد من اللاعبين وفي الآخر حطت لها هذا العنوان، تظل قيمة قرار النادي الأهلي في قيمته المستقبلية واللي بتتحول بعد فترة لمبدأ بتتوارثه الأجيال. قيمته المستقبلية يعني قيمة هذا القرار اللي اتخذ مثلا بخصوص لاعب ما في فترة مثلا سابقة من 6 شهور قيمته هنعرفها بعد 10 سنين و20 سنه زي ما حصل مع لعيبه سابقين سواء 2007 او في بدايه التسعينات او حتى في بدايه الالفيه الجديده. فبالتالي قيمه هذا القرار في التوقيت الحالي بيبقى لها مكتسبات او لها ايجابيات وسلبيات. هذا هو شان يعني زي ما يقولوا مش ضمن المنظومه انك تقول انها مؤسسه تربويه، مؤسسه تضع معايير، مؤسسه تضع ضوابط للحاضر وتستشرق المستقبل، ومن ثم عارف انت الطفل لما يبقى محتاج توجيه او كده عيب او كذا ما هو ممكن يعيط، لكن لما بيكبر بيرجع هو نفسه، هو يبقى نفسه اتبنى صح، صح او بقيه الولاد يعرفوا ان العماره كان فيها شقه ربت ولادها صح، المنطقه تعرف ان في عيله ولادها منتظمين فخورين بيهم عيلتهم. ومن ثم لو انت بتتكلم عن فكره المغادره او لاعب او كذا، حتى إذا أردت أن تنصف لاعب، لاحظ بقى هنا فكرة العنف غير المبرر في إلقاء الشائعات والحاجات، هل تختار توقيتات مناسبة أم لا؟ ده إذا كنت أنت من العيلة وحتى عايز تراجع قرار للعيلة، عليك أن تختار التوقيت المناسب أولا. ثانيا وهو الأهم، عندما تتحدث عن احتراف تعامل به لاعب من وجهة نظره كمحترف فلا يمكن أن يؤسى عليه، لا تخلط بقى الحب بالمصلحة، لأن في نجوم آخرين بيربطوا الاثنين ببعض الحقيقة، بيتنازل عن جزء من مصالحه مقابل جزء من مشاعره مقابل حبه. عارف أما واحد يقول لك إنني حب يجعلني اللي هو الأمير يتزوج بنت الطيبين الغلابة ماديا يعني، ومن ثم هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية في القلب منها أنها أهلوية، هناك نجوم كثر كانت علامتهم المؤثرة التنازل عن أرقام مقابل هذه الحالة من الحب الجارف، أولا للشعار، ثانيا للجماهير بالزبط. مش للجماهيرية، للجماهير، للجماهير، لأن جماهير الأهلي الحقيقة سوبر جماهير في حكاية معزتها لمن ينتسبوا لمؤسستهم. جمهور الأهلي كمان يساهم ويشارك يعني بأكثر من النصف في كل ما هو نجاح، لأنه حاضر في الميعاد. في انتخابات الماضية كان في طابور جمهور وطابور جمعيه عموميه بالزبط. وكان المدهش ان كل حد في الطابور قصاده طابور الجمعيه بيقول له انا شريكك، انت تدفع اللي مره وقد تكون ارقام يحتاجها وجودك في النادي علشان يقدر يوفر لك اللي جوه، لكن انا عاشق بلا ايه؟ بلا مردود، زي الاغنيه العظيمه بتاعت استاذ عبد الوهاب. وبالتالي من حقي ان اختار معك المستقبل، من حقي ان افرض عليك قائمة محمود الخطيب، ده الجزء اللي كان موجود وقتها في وقتها. وبالتالي هذه الجماهير تستحق
حاجة من الاثنين، إما أن تكون من المحبين وبالتالي هتتنازل عما لا يستطيع الأب أو رب الأسرة أن يوفره لك، أو أنت لا تتبع إلا فكرة أنك محترف 100%، فلا تطلب مني يا عزيزي أنه يجي وقت وتعامل معاك بقى عاطفي. أنت لم تجعل مجال للعواطف، بل على العكس تبقى المؤسسة أو اللي هي مثلناها بالأب غير قاسية، يعني كمان ما بتعنفكش ولا بتتبحكش، لكن بتطلب استمرار المسيرة. أنا فاكر أن مانويل جوزيه مع عصام الحضري، لأن عصام الحضري هي من الناس الناضجة اللي بعد كل ده لا زال يتحدث أنه لو طلبني الأهلي سأعود فورا، لأنه يشعر أنه كان فيه غلطة منه. ده اللي خلاني أضرب بيه المثل. ولذلك أنا باخد بقى إيه فكرة مانويل جوزيه وقتها مع نجوم كبار، بصوا كده فقال لهم هو وقت أن نطفي شمعة، يا شمعة عصام الحضري، وأن تهتموا أنتم أولا بأنفسكم، ثانيا بهذه العظمة اللي هي مين؟ الجماهير المحبة، وصالحكم العام اللي عاوز يروح حتى نحو مصالحه عليه أن يكون لديه قيمة يشعر بوجودها ويقاتل كرويا أو رياضيا من أجلها. وبالتالي هو ده لو عايز نتكلم في ملف زي ده، عشان بس ما حدش يحمل على نفسية حد، عشان ما حدش يطلب من حد بكائيات في وقت الآخر في ضحكات. ليه؟ لأنه اختار ما يريد وزيادة، وبالتالي يبقى القرار الصحيح من المؤسسة هو ما يقدم للمستقبل ضمانة بالاستمرار على القمة، بالاستمرار مع الكبار وبل على رأسهم، اللي هو زي ما حضرتك قلت كده في وقته قد يكون هناك ملتبسات، قد يكون هناك ما يمكن ألا تزيعه. شوف الكبارة برضو ما بتقولوش ساعتها ده عمل فينا وسوى، لكن قمة المستقبلية في توارث الأجيال المبادئ بتسيبه برضو، لأنه غيره وغيره وغيره هيجوا أو هيطلعوا من الناشئين من ولاد النادي زي ما بيقول، ومن ثم بيسبوه لما المستقبل يكشف عنه الستار. أي معادلة غير كده يعني بصراحة هي يعني تبقى محض، أولا افتراء على عمل جيد، ثانيا خلط ما هو مصلحة بما هو حد عاوز المصلحة وكمان الحب. لا، مفيش كله في سلة واحدة بالتأكيد. طيب، المحطات الفاصلة في الدوري العام خلال الفترة القادمة، 8 مباريات متتالية في توقيت قد ينتهي على 20 مايو أو الأسبوع الأخير من شهر مايو إن شاء الله. المحطات القادمة في الدوري شايفها زي الأصل كلها مباريات كأس من 3 نقاط، كلها مباريات كأس، لأن الأداء في مباريات الكأس هو أداء هجومي ممتع مثير يستهدف الفوز، يكون ب3 نقط، يكون بالكأس نفسها، يكون زي ما يكون، لكنها يعني يصح جدا جدا بل 100% أن يطلق عليها مباريات كأس. يعني لو جبت لي جولات الأهلي الباقية، بما أنها تحدث في قناة النادي الأهلي، ما أقدرش أقول لك الست ماتشات دول هم دول، لا، ولا ماتش هروح مشاور لك كده، ولا ماتش من دول يقبل الاسم على 2. صح، يعني حالة وطمع حمراء يجب أن تجتاح كل اللاعبين والجهاز الفني، أنانية للفوز بالكل طبعاً المباريات. وطمع أحمر يعني جنباً إلى جنب مع المشاهد بقى اللي قلت لحضرتك عليها، ألا وهي النهاردة ما علمناه عقب جلسة المشرف على الكرة رئيس النادي، وهو واحد من أهم بل هو الأهم على الإطلاق المواهب ومن لمس كرة القدم، لما يروح ويقول لك لديك حوافز أهو احتراف أهو، ولكن لديك جمهور أهو حب أهو، لديك إدارة جات لك لغاية عندك، يبقى الباقي على الشغيلة على صح. الرجالة، ما ينفعش بقى حد يكلمنا في حاجة أقل من الفوز والفوز والفوز، بشرط أن عنوان الفوز يكون أداء، ما يقعدش 2 أهلاوية جنب بعض عمالين يعني طبعا الكل يطلب ستر الله، أنا بقولها كده الحمد لله سترك يا رب يا ساتر، لا 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 مش الكلام ده، فيش الكلام ده، أن تسجل من نصف فرصة، أن تقاتل من أجل منع هجمة قبل أن تصل لمنطقة الجزاء، أي عمل غير كده يبقى بصراحة لا شكرا، لا تستحق أن ترتدي هذا الشعار. وأعتقد هم شطار، لكن كمان إذا ما صادف الإدارة بقى اللي هو مدير الفريق كابتن سيد حكم هنا وآخر هناك، بما أننا رايحين على عنوان التحكيم، لا عليه أن يعلن مسبقا كما تعلن كل الأندية سيفيه
تاريخه، مقر اقامته، جاي منين ورايح على فين. لا، لابد ان يفتح زاويه الرؤيه للاعلام مش بس للجماهير. طيب هنا بنطرح سؤال واحنا داخلين ملف التحكيم، واحنا بنتكلم في الدوري العام بشكل عام في ايجابيات وفي سلبيات، هل عنصر التحكيم يعتبر من ابرز السلبيات فيما يحدث في الفتره الاخيره؟ طبعا، بمعنى انه اصلا انت افقدت اغلب الحكام الثقه في انفسهم، لدرجه ان في حكم قال حسبي الله ونعم الوكيل، هو احمد حسام اعتقد طه، احمد حسام طه احد الحكام المساعدين، لانه راجل عنده مثلا سي في او سيره ذاتيه بتقول معاه كذا بطوله مش عارف ايه، مؤهل ايه، راح النخبه ايه، مش موجود في كاس الامم وما راحش، واحد تاني ما راحش اصلا، مش عنده نصهم، ما راحش اصلا ولقى نفسه موجود. حدش بقى يطلع يتحزلق علينا يقول اصل هناك معايير. معايير ايه؟ معايير ايه؟ ثم عندما تختار حكم اجنبي لا تاتي بحكم اجنبي يعطي قيمه مضافه يا اخي للتحكيم المصري، لا تاتي بحكم اجنبي الحكام تبقى عايزه تروح تتصور معاه، انا مش بهزر ده بجد، زي ما بتيجي فرق عالميه كده لما تستقطبها مثلا منتخبنا او النادي الاهلي او نادي الزمالك في فترات، لا تلاقي نجومك ما مكان بيحبوا الصوره التذكاريه معاهم، لا رغم ان دول بقى متنافسين، انما في الاخر لانهم سوبر نجوم، مش بس نجوم، سوبر نجوم، وبالتالي فليحدثونا يعني عن حكايه القطيعه مع المانيا وانجلترا وفرنسا واسبانيا وايطاليا، فليحدثونا عنها يعني. وحتى لما تكلمنا عن الخمسه دول هات لي اول واحد او الثاني او الثالث في اقصى تقدير، من لجنه حكام بتاعته هي اللي ماضيه، مش احنا نقول لبعض، لجنه الحكام مطلع لك رانك ان ده واحد من الثلاثه الكبار في البيك فايف او الخمس دوريات الكبيره، كمان مش اي واحد عابر سبيل كده، لا خالص ما ينفعش معانا. طب هنا مش في تضارب في الافكار نفسها والازدواجيه في القرار؟ بمعنى انا كاتحاد كره القدم معني بتطوير اللعبه وتطوير الفرق واللاعبين والمنتخبات، والعنصر الاهم بالنسبه لي كتابع لاتحاد كره القدم عنصر الحكام. انا منين كمسؤول عن اللعبه ما بثقش في الحكم وبديله المباريات عشان يديرها في جدول المقدمه كمسابقه للدوري العام، وان هو يبقى ليه دور كحكم بيدير مباريات فيها تنافس على بطل الدوري، وفي نفس الوقت بديله القدره دي على مباريات فيها تنافس على الهبوط وهو قرار واداره مباريات قد تكون اصعب من مباريات المقدمه. الازدواجيه في المعيار، انا فوق بجيب حكام اجانب، تحت في صراع الهبوط بجيب حكام مصريين، الازدواجيه ازاي بديله الثقه تحت وبسحبها منه فوق؟ لان انت غير قادر على مواجهه اللي حاصل حواليك، انت غير قادر على التحديث من اساسه. انا لو برضو قدر لي اكون رئيس لجنه الحكام، انا لازم اجيب واحد من افضل من يديروا لجان الحكام في العالم يقعد هنا 6 اشهر، مش يجي يوم ويمشي، مش 3 محاضرات ويمشي، يقعد هنا 6 اشهر في محل رئيس اللجنه، يعني مش هيحصل اي حاجه. هو ده التطوير، ان اجيب خبير اجنبي مش اجيب حكم اجنبي. بالظبط. ويقعد بقى هنا عشان يجلي ويشنف اذان الحكام المصريين، ويخرج منها بقى الدود بتاع بر الامان، يا ابني مش عايزين مشاكل، يا ابني ربنا يستر، يا ابني بقول لك ايه، لا 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 لا، هذه المصطلحات انتهت وعفى عليها الزمن. ومن ثم لا، لازم نحط كل حد امام مقدراته، لكن الاعلام عليه ان يكون اكثر حرص الحقيقه. بمعنى احنا داخلين على امم افريقيا، جلد يعني المخطئ، لانه مش جلد ذات، يعني ربما الناس كانت تتقاول جلد ذات، لا ده مش جلد ذات، احنا فعلا من سيء الى أسوأ في اخطر منظومه في كره القدم، ده حقيقي، رغم ان العنصر الانساني فيها رائع، مجتهدين محترمين الامانه يعني، لكن مش مثقفين، لكن مش قادرين يحتملوا ما يحدث معهم، والكل لا يستطيع ان يتحدث، لانه لو اتكلم هيسكتوه خالص عن التحكيم، مش هيسكتوه عن الكلام، لا احد يستطيع ان يخرس احد، لكن هيسكتوه عن التحكيم، وبالتالي مش هيدفع الثمن لوحده. اذا هيبقى دور الاعلام ما بعد الموسم وامم افريقيا ان شاء الله، لازم نطالب بنسخه زي اللي هنشوفها، لكن المشاهد التي نراها زي هذا الجنبي وغيره 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 غير مسموح، وهم سيظلوا ضيوف يعني تقال علينا الحقيقه. فعلا يجب فعلا مقاومه وجودهم على الاقل في اختيارنا، يعني اذا كنا لا نستطيع مواجهتهم اذا كان منتخب مصر او كذا، لكن على الاقل لما يبقى الحكايه فري وانا بشتري هدوم لي انا، مش جايالي يعني هبه، لا ما اشتريش انا الصنف ده خالص ولا ينفع معايا.
ده الأجدل للتحكيم المصري يا استاذ. طيب بمناسبه التحكيم المصري، يمكن زملائي في الاعداد سمعوني وانا بكلمك على فكره، انت اتحاد كره القدم كاتحاد كره القدم بتثق في الحكم في مباريات الهبوط وما بتثقش فيه في مباريات المقدمه، فوجهه النظر اللي اقيلت مثلا او اقيلت في هذا التوقيت العنصر المادي، الانديه مثلا تحت في موضوع الهبوط ما فيش فلوس مثلا موفره ليها عشان تقدر تستخدم طاقم تحكيم اجنبي بما يقدر بحوالي 25,000 دولار. لكن انا طبعا هرد بمثال مباراه المصري والاهلي القادمه، رغم ان هي مباراه النادي الاهلي لكن ما بقاش مقياس خلاص السنه دي. المصري اللي بيطلب بيجي، المصري طلب طاقم تحكيم اجنبي وسدد المبلغ 25,000 دولار حسب ما سمعنا خلال الايام السابقه، لكن في نفس الوقت كانت في ازمه ماليه وكانت مباراه الزمالك والمصري مش هتذاع مباشره بسبب موضوع الازمات الماليه. يبقى هي قصه مش موضوع ازمه ماليه في انديه الهبوط او انديه المقدمه. لا هي اي كلام عشان بس نجيب من الاخر بالظبط. لما تطرح سؤال فبتجي لك اي اجابه، تقول له من يفوز بكأس مصر الموسم بعد القادم، بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة السيدة زينب، مش طنطا مثلا فتلاقيه اسم نادي، لا السيدة زينب. هو العنصر المادة ملوش علاقة على فكرة بفكرة مين إدارة المادة. مين يا عم؟ كرة القدم صناعة تكسب كثيرا، صناعة تستطيع أن تغدق على من يديرها وأن تغدق على كل العاملين عليها، ومن ثم لا أعتقد أن ده كلام يناسب المحروسة العظيمة دي في العام 2019 مع عنوان، وانا بقول لهم اهو، اسمه مصر الجديده، يعمل عليها القاصي والداني من اول راس الدوله لاصغر واحدث موالدها من 2013، وقعنا وثيقه السير للامام يا صديقي العزيز. اوعى حد يحاول يحط الخشبه في العجله، مش هنسمح. حتى لو كان بدات حاجات كده ترتطم بالسلوك هنواجهها، لكن لها اوانا. اخشى على التحكيم المصري خلال الفتره القادمه، عندنا اولمبياد طوكيو العام القادم، عندنا كاس العالم في الدوحه عام 2022، هيبقى عندنا مشكله في اختيارات عدد من الحكام في المباريات الدوليه الفتره القادمه نتيجه عدم اعتمادك عليهم في المباريات الكبيره، لان جزء من اختيار هؤلاء الحكام في القائمه الدوليه ياتي بناء على تقارير فنيه وقوه المباريات التي يدروها في المسابقه المحليه. ولنا عبره، الحكم السعودي لم يكن موجودا في كاس العالم الاخير بشكل قوي في مباريات كاس العالم في روسيا بسبب قسره الحكام الاجانب. ايضا الحكم القطري لم يكن او لم يصبح متواجدا في المباريات الدوليه نتيجه استقدام حكام اجانب، لكن الاتحاد المغربي والاتحاد التونسي يعتمد بشكل كبير على الحكم المحلي وبالتالي تواجدوا بشكل قوي في المباريات الافريقيه الاخيره. ومش هنروح بعيد، بالامس مباراه الرجاء والوداد بعد ما كان عندهم فكره استخدام جهاد جريشه لعدد المباريات المغربيه في الفتره الاخيره، امبارح رضوان جيد الحكم الدولي المغربي رقم واحد كان بيدير كلاسيكو وديربي الكره المغربيه. ليه بقى؟ عشان عايزين يطوروا الحكم المغربي وهدفهم هو الكره المغربيه والحكم المغربي. لا لا، لانه كده بيدي، يعني لو لقينا الرانك بتاع جهاد وجايدي وكلاهما كلاس ايه على فكره بالظبط، نخبه ايه، انت هنا بتضيف له نمره وبتسحبها من مواطنك، مش هقول لك حكمك، من مواطنك. محمود الجوهري رحمه الله في العام 2004 ذهب للتكريم في او على هامش كونجرس الكاف، بالمناسبة اللي نجح فيه لأول مرة المهندس هاني أبو ريدة ضمن منظومة الكاف، وبالتالي ذهب للتكريم كواحد من أفضل 15 مدير فني على مدار تاريخ الكرة، مش في موسم أو اتنين الله يرحمه. كان الجزء الآخر من وجوده في تونس والاتفاق مع السيد شتالي وهو حي يرزق والعبد الله حي يرزق عبد المجيد شتالي وحضرت ده، أن يدرب منتخب تونس. قدم المدربون التوانسة معروض زي ما بيقولوا زي ثورة عرابي كده لشتالي والذين معه واتحاد الكرة وقتها، إذا فعلتم هذا فأنتم تقضوا على التحكيم على التدريب التونسي في الخارج، بلاش بقى في الداخل، قبل الداخل في الخارج، وبالتالي هناك كوتا الآن من التوانسة في الكرة الخارجية أكثر بكثير من المصريين. ليه بقى؟ لأنه هذا هو عهد الكبار وقتها وصنعة الشطار. السيد شتالي لم يتعلل لا بفلوس ولا بتاع، لانه الديل كان خلاص التوقيع فقط هو الباقي لغايه لما لجنه المدربين دي قدمت يعني. ومن ثم عارف ايه اللي حصل؟ انه قال للكابتن جوهري، قال له معهم كل الحق يا شتالي، معهم كل الحق، كيف لا تبرز صناعتك يا رجل وتستورد غيرها؟ باي منطق ده؟ الا في دربيات مش عارف ايه ماشي، لكن حتى في دي لما لقوا القصه كده قال لك لا اركب بجايدي سريعا جدا، لان جريشه واخد سكه طياره الحقيقه، ربنا يستر عليه. الغريبه يا اخي انه هنا ما بيبقاش كده ولا هيبقى كده. يا صمد فتاح مش هيسال نفسه السؤال ده؟
كابتن عصام، في تساؤلات كتيرة هنسألها لحضرتك يا أستاذ عصام، لكن بعد هذا التقرير، تقرير بيتكلم في موضوع مهم جدا، قد يكون الجزء اللي بنتكلم فيه ده سبب لما يحدث في الملاعب وفي المباريات وخارج حتى في الشارع، مسألة نبذ التعصب وفكرة التعصب في الملاعب وفي المباريات. نزلنا الشارع، كاميرا قناة الأهلي استطلعت رأي الجماهير في مسألة نبذ التعصب، وكمان هنتكلم على جزئية مؤتمر الثقافة الرياضية، رأي الناس في هذه الجزئية وفي مسألة التعصب الرياضي. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث مع الأستاذ عصام شلتوت بعد هذا التقرير. ان احنا ممكن نعمل وعي ثقافي اكتر ورياضي اكتر، بحيث ان احنا نوعي الشباب ان عادي في مكسب وفي خساره، ولازم هيبقى في فريق كسبان وفريق خسران، ونبدا ان احنا يعني نعمل لهم زي التهدئه علشان ما تحصلش طبعا كل ده، وفي الاخر هتبقى دي في صوره مصر. الاعلام، ننزل حد من الجامعات يبقى مسؤول، كل واحد مسؤول عن جروب في الجامعه، ينزل يتكلم مع الطلبه في الجامعه يفهمهم، نعمل ندوات الاعلام بقى، الصحافه والحاجات دي. ينتهي ان احنا لازم اول حاجه تكون القيادات بتاعتنا اللي هي الاعلام او الكلام ده كله بيتكلم ان لا تعصب، لازم كلنا نقف في أم افريقيا مع بعض، اهلي او زمالك او اسماعيلي او مصري، لازم كلنا نبقى ايد واحده، لا للتعصب لا للتعصب لا للتعصب، عشان نبقى شعب ناجح في الاتحاد المصري او في الكوره بتاعتنا. لازم برضك الاتحاد المصري كله دور كبير في موضوع التعصب ده، نزل قرارات حاسمه عشان نمنع التعصب. في حاجات كتير قوي، اولا الفيسبوك والسوشيال ميديا بتعمل شحن جامد للشباب من مثلا اهلي او زمالك اسماعيلي اي فريق مثلا بتشجع، الفيسبوك بيعمل شحن جامد للموضوع ده. لازم يكون في رقابه، لازم يكون في توعيه، مثلا ان احنا نجبر مثلا مش نجبر نعمل دعوه للجماهير مثلا الزملكاويه والاهلاويه او مثلا المصري الاسماعيلي، الحاجات اللي هي مثلا ليها جماهير انها تنزل مثلا الماتشات المختلفه، يعني مثلا دعوه اهلي هيلعب مثلا ماتش مثلا مهم، فممكن اذا جماهير الزمالك تشارك، يعني مثلا نعمل تخفيضات للتذاكر مثلا لجمهور الزمالك او حد معاه عضويات في نادي الزمالك فياخدها، او العكس ناس النادي اللي معاه عضويات من الاهلي يا ماتشات الزمالك ياخدها، بحيث ان احنا نعمل ايه، لا دمج طبعا الكفرد عادي هفكر ان انا احضر ماتش واستمتع في الاستاد، ومن هنا نقدر نهدي موضوع التعصب ده شويه. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما سمعنا في هذا التقرير راي الشباب في موضوع نبذ التعصب. استاذ عصام، يعني الشباب بيتكلموا في جزئيه نبذ التعصب، تعليق حضرتك عليه ايه؟ ما هو برضه حد حط اكلاش اسمه نبذ التعصب، يعني ايه؟ ما احنا مش فاهمين يعني ايه نبذ التعصب. يعني واحد قال لك يلا بينا بقى نعمل عنوان اسمه نبذ التعصب، فنعمل مؤتمرات لنبذ التعصب، فنعمل بيانات عن نبذ التعصب. يعني ايه؟ يعني انت عاوز ايه بالظبط؟ يعني انا لو الشباب واروح انا اقول لهم كده فيروح قايلين لي يعني حضرتك عاوز ايه مننا بالظبط؟ احنا عايزين حد يقول لهم كلام صح، كلام سليم، يقول لهم ان التعصب يبقى موجود، مفيش تشجيع دايت، بس تصحيح السلوك. ما هو ده غير كده بقى، تصحيح السلوك ده مفيش ناس بتتولد عندها سلوك يا جماعه، ولا حكومات بتهب الناس حاجات، الناس هي التي يجب ان تدرك ان هناك ادوار، فالمسؤول منهم من اول الاسره لغايه اعلى المستويات لازم في حوكمه، وده مش كلام كبير والله ولا تنظير، لازم في قانون يمنعك من مغادره الاشاره قبل ما تبقى اخضر، لازم في قانون يمنعك من السير بالدراجه البخاريه على الرصيف، قانون اولا مش هتركك لسماحه خلقك يا سيدي الفاضل، حتى ما ننظر اليهم باجلال كمواطن اوروبي، يعني القانون وحده هو ما يكفل ان التعصب ما فيهوش ضربه شتمه سبه كسره اشتبك حتى، ما فيش هزار، مروا بويلات فقرروا ان القانون يبقى هو الحاكم، يبقى هو الدائم، يبقى هو الداعم، قول بقى زي ما انت عايز، لكن يعني انت تجيب الناس
ولازم توزع عليهم فكرة ان الاهلاوي يشجع الزمالك والزمالكاوي يشجع الاهلي. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ انتوا بتقولوا للشباب كلام مش موجود في القاموس اصلا. البرنابيو يعني شاهد على كده والكامب نو شاهد على كده، مفيش الكلام ده، لكن مفيش الجزء الاخر. طب الحل ايه؟ الحل قاعدة ملزمة يا سيدي الفاضل وتحديث. هفضل ماسك مع حضرتك ومع اي حد يكلمني تحديث. على التحديث يعني كاميرات، يعني مراقبات، مفيش خدوة هات، مفيش تطيب خاطر، مفيش سيب الواد معلش، مفيش يا اصله هي مرة، مفيش اخر مرة. اخر مرة دي بتبقى المرة المليون بالمناسبة، لكن اللي بيقولها بس هو اللي فاكرها اخر مرة، لانها عمرها ما هتبقى اخر مرة. ليه؟ في كل مرة بتنكسر الجرة. اعتقد ان احنا رايحين على ما يسمى حكمة او وضع ضوابط قانونية. تمام. جزء منها اتعمل احنا عنه باحاسيسنا انا وحضرتك هنا، لما الامن لاحظ ان هناك منطق الولاد هم اللي عملوه او الجمهور بما فيه شبابه بكباره، لما دخلت اعداد اكتر لانه كان في استعداد لاحترام القواعد، لما لاحظوه الامنيين بدا الانصياع ليه، رغبه الجمهور في التواجد بالداخل مع بعض التحسينات جوه ما شاء الله. طيب اقول لك الاهم من كده، انت عمال تقول لي لابد من في الصناعه من شركات الامن الخاصه وكده. طبعا ملهاش حل غير كده. شفت حد يا مؤمن حط سي فيهات مطلوبه او ورقه لاختيار هذه الشركات؟ شفت حد قال لك في شركه صفرت 20 واحد اهو بالمره حتى يشوفوا ماتش محمد صلاح ليفربول وكارديف ده او ليفربول وتشيلسي فيروحوا يتعلموا يعني ايه امن؟ حتى برضه لا تاتي بشبان في شركات امن وحراسه قد يكونوا يعني اللي هو بين بيلدينج دول وبتاع، فيبقى هو واقف عاجبه السلطه. بس عايز اكد على حاجه يا استاذ عصام في هذه الجزئيه، النادي الاهلي مش برضه بقول عشان في قناه الاهلي، النادي الاهلي من خلال ادارته للمباريات وهذه الاداره المحترفه اللي بتدير هذا الملف في الفتره الاخيره بشكل مميز جدا، بعض الناس ممكن يختلط على الامر مش واخده بالها من الجزئيه دي. النادي الاهلي في كل مبارياته في الفتره الاخيره او على مدار اخر موسم تحديدا، الامن الذي يتواجد داخل الملاعب اللي بيلعبها النادي الاهلي هو الامن الخاص بالنادي الاهلي، تم تدريبهم بشكل جيد، تم اختيارهم بشكل ممتاز، تم التنسيق مع القيادات الأمنية في وجود أمن الخاص بالنادي الأهلي كشركة أمن مختصة، أو مش هقول شركة أمن، أمن النادي الأهلي كإدارة المباريات، بيقف بشكل في هذه المباريات بشكل مميز جدا من خلال إدارة المباريات، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي مع الإدارات المعنية، العميد علاء في مقر النادي بالجزيرة. جميل جدا. أنا أولا أتحدث عن العوام، يعني أتحدث أنه ده تبقى سمة الوطن الكروي كاملا. بس هي بالمناسبه ابرز ده لان ده ما حدش تطرق ليه قبل كده ولا اتكلم فيه قبل كده. استنى بقى، لا ده جزء اتبنى عليه الجلسه الليليه اللي كنا ومش عارف مداخله كانت معايا هنا، قلت في قرار بننتظره ان الامن هياكد حضور الجمهور. طبعا سمعناه. ليه؟ لانه ببساطه شديده ما طرح على الامن من تفاهم، مع احترامي يعني لجنه المسابقات ولا اي حد هناك في اتحاد الكوره، كان بيقول الامن غير ايه؟ ندخل كام؟ فالامن سلعة مرعبة، الناس بتقضي حياتها في الشارع يا راجل، فأنت بتسأله إذن أول حاجة يفكر فيها يا واقعة دول مش شغيلة، وبالتالي بيحط الرقم الذي يستطيع معه إدراك سلامة الناس، مش المحافظة على أنه هو ما يتعبش، بالعكس، أمال مين اللي دخل العدد الأكبر؟ وبالتالي ضمن التفاهميات، ما أعرفش بقى أنت قلت للجمهور من خلال القناة ولا لأ، أنه ما عرض في هذه الليلة عبر الاتصالات بين الكابتن محمود خطيب وكبار المسؤولين وكان العميد مرجان موجود ورجع له، ان كان هناك 360 امن داخل اخر مباراه للنادي الاهلي نظمه ونسقه. اذن دي واحده من الاوراق التي اعتمد بها التاكيد على حضور جماهيري في مباراه الاهلي وبيراميدز. اذن النادي الاهلي بداها، وامل واتوقع أن ستكون هناك وفادات من أمن النادي الأهلي إذا كان النادي الأهلي سيدير إدارة الأمن بنفسه، أما إذا كان سألك على الشركات فلا أقل من أنه يطلب منها ده، لديك شهادات وناس مرخص لها، منهم ناس راحوا بعثات في الخارج ولا لأ؟ هنا طبعا يبدأ الكلام عن الانضباط الحقيقي اللي هو زي الحب الحقيقي كده. تمام اوكي. طيب ملف نبذ التعصب راح بين قصه الجمهور وحضور المباريات، لكن حاجه اسمها كده لكن مهم جدا نرجع لفكره الحكام وما سيحدث خلال الفتره القادمه. مباراه الاهلي والمصري يوم الخميس هي مباراه النادي الاهلي،
وسيدرها طاقم تحكيم أجنبي بناء على طلب النادي المصري. إيه الرسالة التانية اللي تحب تقولها؟ بقول الرسالة التانية مش الرسالة الأولى، لأن حضرتك وجهت رسالة في المرة السابقة ويبدو أن كابتن عصام عبد الفتاح لم يسمع أو لم يستمع أو لم يرى وجهات نظرنا في هذا الملف. إيه اللي مطلوب أو إيه اللي يتقال في الملف ده؟ لأن احنا أكدنا على بعض المعاني والمفاهيم والمعلومات الدقيقة اللي أكدها عدد من الحكام الدوليين السابقين وعندهم نفس المعلومات، أن اختيار الحكام بالخارج يا أستاذ عصام لم أو لن يتم مثلما كان في السابق، سواء أيام الكابتن محمد حسام أو أيام الكابتن محمود عثمان الله يرحمهم. الأول كنت بتبعت بتطلب حكم بعينه، والحكم اللي بتطلبه حكم مصنف، وبالتالي الاتحاد الأهلي اللي بتبعت له عارف الاختيار فبيبعت لك الحكم اللي انت طالبه. لكن الطريقه اللي بيتم الاختيار بها دلوقتي بعيده تماما عن الاحترافيه، وبالتالي لم تستطع او لم انا بس بختار الفاظي، لن تقوم بنفس الطريقه المحترفه اللي كانت لجنه الحكام في السابق بتستخدمها، واصبحت تختار حكام من وجهه نظرك انت. وده المعيار اللي احنا شايفينه في التوقيت الحالي. الاختيار للحكام الاجانب في التوقيت الحالي اصبح من وجهه نظر رئيس اللجنه وليس من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي التي خاطبت وطلبت فيه الحكم المصنف رقم واحد عنده. شوف، هو يعمل اللي يعمله، بمعنى كابتن عصام عبد الفتاح طلبنا منه معايير، فإذا كان لا يريد دعم هذه المعايير فأنا بقول له مرافقين الحكام بتوعك بيقولوها لناس كتير بتوصل لنا أول ما إيه ما أول ما بيجي الحكم. طيب أنت قلت لي السؤال، أنت شرحت كتير عشان توصل للناس. السؤال كان عن ايه الرساله، صح؟ بالزبط. الرساله الا تفصى عن الحكم رغم انه بيتعرف يا كابتن، نقطتين جنب بعض، لكن افصى عن الاتحادات ورقم الفاكس، ومفيش فاكس طبعا ايميلات بس انا بكلمه على قديمه يعني. تمام. ورقم الفاكس لانك ذكرت هذا الرجل العظيم كابتن محمد حساب الله يرحمه، ورقم الفاكس او الايميل الان، والرد الذي وفد اليك على ايميلك الخاص او ايميل اتحاد الكره، انك لما طلبت محمد وعصام اترد ان هم مش فاضيين، واحد المدام راح للدكتور راح معاه والتاني راح يصلح عربيته مثلا. وبالتالي ده المنطق، ما دون ذلك يبقى بنهرج او هناك مشكله، مش هقول ضبابيه. هو في مشكله؟ لا، في مشكله في التحكيم. انا بقول لك يبقى في مشكله هتبقى معاك انت يا كابتن عصام. ليه؟ لان احنا مش قصر كشعب، انا لا اتحدث هنا عن النادي الاهلي، احنا مش قصر، احنا من حقنا نعرف حضرتك بتطلب مين. على الاقل الاعلام يا اخي قول لنا تعالوا يا اعلام كده، انتوا اتكلمتوا امبارح، طب تعالوا لي بقى ادي ايميل لفرنسا وادي ايميل للجنه الحكام الايطاليه وزي الانجليزيه وزي الاسبانيه الخمسه الكبار، وادي ردودهم يا سيدي على ارماتوف وبيرباتوف وعلوف ومحمدوف. ما دون ذلك هو في ايه؟ واللي يحط حوالين نفسه ضبابيه ما يزعلش، واللي يمشي في العتمة لو كعبل ما يصرخش، واللي يقع من فوق البرج لو الناس ضحكت عليه لا يلومن إلا نفسه. ليه؟ لأنه هو اللي ساب نفسه لهذه الطرق. ما يطلعش بقى يقول لا أستحق هذا أو ما هذا الذي تدعوه. أنت اللي فتحت باب الاجتهاد يا كابتن. يا كابتن كلنا قلنا لك مرة واثنين وثلاثة الاجتهاد في الرد. أنا بقول لك كلنا قلنا لك نعلم نزاهة يدك، نعلم شفافيتك. انا بقول بقى كلام انا مسؤول عنه، هذا الرجل اعرفه قديما حقيقي. في يوم ما قمت له انا وزميل ابراهيم منيسي واحنا قاعدين يعني على احد ارصفه الشوارع مع اصدقائنا لما برضه رياضيه، وقمنا وسلمنا عليه في بداياته في العالميه وقلنا له ستكون الاول وربما سيتغير معك التحكيم حتى بعد الاعتزال، واسال اخويا العزيز ابراهيم منيسي. اذا نحن نثق فيك ثقه عمياء، انت رجل نعلم انك طاري اليد، لكن مش ده موضوعنا بقى يا عم. وانا مالي ما انت موتت المريض في الاخر، يعني المريض مات، ايه بقى ان الدكتور ده راجل يعني طاهر وشريف يعني، ايه بقى عملنا ايه بقى؟ احنا بنتكلم في طريقه الاداره. ما ده انا بس بلحق زي ما قلت لك عشان ما يتقالش اللي جاي ما يبقاش هجومه، بل على العكس هو واحد من افضل جيله. بس في رساله سلبيه هو وصلها بالشكل ده يا استاذ عصام برضو، لان الناس بتعتقد ان احنا بنتكلم عشان هدفنا الاهلي، واحنا طبعا هدفنا الاهلي والدفاع عن النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي وقناه الاهلي، بس في جزئيه هو وصل رساله للحكام اللي بيجوا هنا في مصر او الحكام دول لما بيحكموا في دوريات اخرى ان الدوري المصري ضعيف. لان لما اجيب حكم 20 مباراه كالحكم رابع اجيبه هنا يدير مباراه قمه عندي، وهو اصلا في الدوري اللي بيدير فيه هناك ما بيديرش مباريات كبيره مباريات قمه، يبقى انا بوصل رساله للاتحاد اللي انا يعني طلبت منه الحكم او الحكم نفسه اللي جاي
او للمنطقه العربيه ان انا الدوري بتاعي ضعيف، بدليل ان الحكم الرابع اللي بيقعد 20 مباراه هناك او حكم فار او مقيم هناك بيدير اقوى المباريات عندي. ما انا برضو مش فاهم هو بيعمل كده ليه رغم كونه عضو اتحاد كره، يعني مش بس رئيس لجنه حكام محترف، لا ده حتى مش عايز يبقى محترف عشان ما نعرفش نحاسبه، لكن هنحاسبه مفيش هزار، انت وضعت نفسك على مقعد يجب ان يجلس عليه محترف، فنستطيع ان نخاطبه ونساله وكمان حقنا انه يرد علينا، لكن هذه الرساله على اتحاد الكره ان يلتفت اليها بالفعل، لا الكره المصريه بكل انديتها بانديه حتى لو درجه ثانيه وقدر ليهم ان معاهم الفلوس وعايزين يطيروها في حكام اجانب، حتى هم يا اخي من حقهم ما دامت انديه مصريه ان يكون الكلام عن الكره المصريه لائق ان يكون على مستوى الثلاثه الاوائل يا اخي في اي دوله تطلب منها تحكيم، والثلاثه الاوائل يجب ان يكونوا سهل تفسير اسمائهم، والناس في مصر عارفه الحكام وعارفه الفرق في كل العالم، قد تجد انسان بسيط لكنه يعرف اسم الحكم من اول ما بيتعلن عن ماتش هو نفسه يروح يتفرج عليه على القهوه حتى لو في ناجا يا اخي وعندهم ساتلايت، وبالتالي انا ما اعرفش ده ليه، لكن اللي هعرفه بقى ان احنا لن نصمت طويلا كاعلام على التراجع بمؤشرات بلدنا، قد لا تصمت قناه الاهلي على الاهلي والزمالك على الزمالك والمصري على المصري، لكن الاعلام يجب ان يسير في سكه تانية خالص الا وهي تحديث بقى البنيه التحتيه للرياضه والصناعه، لان ده اكل عيشنا الكل كمان مش بس وطنيتنا، اذا لم تكن طبعاً حاله مرغوب فيها فرص العمل نفسها تتضاءل وهنقع وقع بعد وقع. تمام، ده ملف التحكيم اللي اتكلمنا فيه كذا مره وقلنا المعايير اللي بيتم فيها اختيار الحكام والطريقه، وكلامنا مش كلام عام، لا كلام اكده حكام دوليين سابقين قريبين من لجنه الحكام وعارفين ببواطن الامور ايه اللي بيحصل بالظبط في هذا الملف. طيب الجزء الاخير كل واحد برضو فيهم عشان برضو نحطهم هم كمان عشان منهم من سيطرح نفسه مستقبلا وكذا، ولا واحد فيهم برضو في الاخر يقوم يقول لك ايه بس الحقيقه هي اللجنه برضو معلش عامله اللي عليها برضو يا جماعه، ومش يا عم ما تقول لنا صح ولا غلط، يعني حتى الاخوه اللي بيطلعوا يقولوا بعض الصياحات دي وان مصر تستحق الافضل وكذا وماذا، يعني انا قصدي اقول لك ان كلهم ها خطائين بصراحه كده، لان ما فهمش حد يا اخي بيطلع يقول بيقين ماذا يحدث وعليه ان يكون صاحب كلمه، خاصه الاغلب الاعم انها مصالح ضيقه وتافهه، ما تطلع يا اخي تفصح عنها وتقولها، لان كل ده بيحط نزاهه المسابقه على المحك، ونزاهته واسمه اذا كان له رصيد او اذا كان له تطلع مستقبلي ان يكون عضو لجنه رئيس لجنه في اتحاد قاري في اتحاد دولي، هو ده مش من ضمن استمراريتهم، يسكتوا ليه ويجي يقول لك في ودنك ويقول لك شفته بقى شفت عاجبك كده، هو انا هحارب لك معركتك؟ لكن اللي هحارب معركته هو هذا الوطن الذي يستحق الافضل، ده كلام بجد بالظبط. طيب قبل الجزء الاخير من ختام هذه الفقره استاذ عصام وهي متعلقه بمنتخبنا وكاس الامم الافريقيه وفي فرصه سعيده بالمناسبه وانا معايا طبعا استاذ عصام شلتوت نائب رئيس اللجنه الاعلاميه، نخرج لهذا التقرير نشوف فيه راي مجموعه من الشباب حول مدى اهتمامهم بحضور مباريات بطوله كاس الامم بشكل عام ولا متابعه وحضور مباريات المنتخب الوطني فقط وتوقعات الجماهير لمباريات كاس الامم خلال الفتره القادمه، ثم نواصل الحديث مع الاستاذ عصام شلتوت بعد هذا التقرير. هي اول حاجه يعني كانت بالنسبه لينا حاجه كويسه او نقطه تتحسب لمصر حته تنظيم كاس الامم الافريقيه، تاني حاجه ان اضافه لمصر طبعا لو هم مش شايفين مصر قدها ما كانوش ممكن القرعه تبقى 16 صوت قدام، يعني لمصر دي كانت حاجه كبيره، صوت واحد لجنوب افريقيا كانت برضو حاجه يعني اضافه لمصر طبعا، كل ده دول افريقيا بتراهن عليه يبقى احنا اكيد قدها، كل المنتوشة إن شاء الله تطلع بصورة أحسن وأجمل والتنظيم يكون أحسن وأعلى. حتة أن أنا أشوف منتخبات تانية أو ممكن منتخب زي الكاميرون لازم حدش يفوت ليه ماتش لأن من أكتر منافسين لينا، حصل 4 مرات على كأس الأمم الأفريقية في حاجة زي كده كانت إضافة برضو لمصر، 7 مرات إحنا حاصلين على الكأس فلا إضافة، وأكيد طبعا من ضمن المنتخبات اللي ممكن نتابعها ليه لا مصر، طبعا مصر ان شاء الله. طبعا كل ماتش مصر ده اول حاجه، وتاني حاجه انا لو في وقت احضر اي ماتش غير مصر طبعا اسند اخواتنا العرب، طبعا طبعا لازم اسنده.
بس انا شايف ان النهائي ان شاء الله يبقى بين مصر والسنغال، بس السنغال منتخب قوي وان شاء الله نقدر نفوز عليه ونتوج بالبطوله، ويبقى احنا بقى لنا 9 سنين ما خدناهاش، ان شاء الله نحقق الانجاز ده ويبقى نبقى منتخب نتطور عن كده كمان. وانا متفائل جدا مع خفير اجيري. النهائي دي حاجه بتاعت ربنا، بس انا بشجع اللعبه الحلوه، يعني انا رايي ان انا بشجع اللعبه الحلوه بس، وما بقاش متشدده لفريق معين. اكيد طبعا، يعني اكيد طبعا انا اروح اشجع منتخب بلدي، بس يعني عشان اروح اشجع منتخب لازم ابين ان بلدي بشكل كويس. ما ينفعش اروح يبقى جنبي مثلا في مثلا بشتري حاجه ولا حاجه جنبي واحد من دوله تانية عامله بطريقه مش كويسه، او مثلا الماتش مش عاجبني، او مثلا انا طالعه خسرانه فاجي اجيب الغلط مثلا على واحد جاي يتفرج على ماتش بتاع بلده. دي حاجه بتضايقني، بس هو دي النقطه اللي بتكلم فيها، ان احنا لازم احنا رايحين نشجع لعبه احنا بنحبها، ولازم احنا بنشجع لعبه كمان يعني بتوضح اسم بلدك وبتطلع اسم بلدك. طبعا اي لعبه طبعا بتطلع اسم بلدك فيها لازم تشرفك، بس فانت لما تروح تحضر لها دي طبعا شرف ليك، وغير كده كمان انت لازم تبين شكل لائق لما تروح يعني تتعامل مع حد، وغير كده كمان لما مثلا يبقى الماتش مش عاجبك ومثلا احنا طالعين خسرانين وطلع تبارك لزميلك كويس يا مبروك انتوا كنتوا لعبوا كويس بس احنا ما حصلش خير، المره الجايه يحصل خير، لازم يكون في روح رياضيه. وبعدين لما الكبير يعمل كده الصغير هياخد منه. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير اللي سمعنا فيه اراء متباينه، لكن يهمني اسمع تعليق الاستاذ عصام شلتوت على هذا الكلام. الشباب تشعر انهم يحتاجوا فعلا حاله بث حاجات على موجات تفهمهم. الكل يحاول زي الزرع اللي هو بيطلع شيطاني، او هنقول رباني حاشا لا مش هنقول شيطاني، بمعنى هي نفسها تشوف حاجه كويسه فبتقول لك، ويبقى في روح رياضيه وفي تخيل بقى لما تزرع ده بالاعلام. بس النقص حكايه روح رياضيه، مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها اللعب النظيف في التشجيع في المنافسه، حتى في المال النظيف اللي بيدفع في ارقام لاعبين في مكافآت في كذا في ماذا في استجلاب حكام في استجلاب مدراء فنيين، كل حاجه مشروعيتها مش ابدا. الروح الرياضيه دي كانت في الاربعينات من القرن الماضي استبدلت مع دخول الاحتراف وصناعه البهجه بالفن والرياضه وكذا الى اللعب النظيف. العب معايا لعب نظيف، لكن النموذج اللي باين شباب محب لوطنه، حابب يروح يتفرج على منتخب مصر ويأزره، حابب يروح للمنتخبات التانية بس عايز يفهم، بيقول لك عايز افهم. تمام، اخر حاجه متفائل بكاس الامم ان شاء الله على المستوى الفني نكسب البطوله. على المستوى الفني مصر لازم تبقى مرشحه، هكذا قال كل اللي كانوا معانا في القرعه صراحه يعني، وما حدش فيهم بيهزر ولا بينيمنا، لكن ما لم تكن في المباراه النهائيه بتكسر حته من الفرحه، لكن هي كل الفرحه أكيد. ان مصر هذه الحقبه مش 2019 كم شهر تنظم اللي كان بيتنظم في 3 اشهر في 3 سنين و4 اشهر بالظبط كده، وده التحدي وده الاهم صحيح. بالنسبه لنا كلنا ان شاء الله. يبقى احنا نقدر في مصر نعمل كل حاجه ولا لا؟ اكيد نقدر. الكابتن عصام فتاح بقى وقول لاي حد يقابلك ان احنا في البلد دي هنعمل كل حاجه صح، لو كان عايز يعمل الصح هيعمل ان شاء الله. استاذ عصام، او احنا مش هنسيبه ما يعملش، احنا هيعمل دي بقى على ضمانتي، لا احنا مش هنسيبه هو ولا غيره ما يعملش. اكيد. استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي والكاتب الصحفي ونائب رئيس اللجنه الاعلاميه بكاس الامم الافريقيه مصر 2019، بشكرك شكرا جزيلا، دايما بتشرف بالحوار الشيق معاك وكل التوفيق ليك. خيرك، انا اللي بشكرك، ويا رب نكون يعني ضيوف مش تقال على جمهور الاهلي العظيم في مصر والعالم العربي على الاقل، لان انا عارف انه في اجزاء كثيره من الارض الكل بينتظر قناه النادي الاهلي. اكيد باذن الله. شكرا لكل مشاهدينا في كل مكان، زي ما قال الاستاذ عصام شلتوت، في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي امريكا وفي كل مكان في بقعه من بقاع الارض، الكل بيبقى حريص على مشاهده مباريات الاهلي، مشاهده قناه الاهلي، الكل دايما كده بروح الفانيلا الحمراء وبروح النادي الاهلي، دايما عايز النادي الاهلي دايما يكون في المقدمه ورقم واحد محلي افريقي عربي في كل البطولات. شكرا لحسن المشاهده والمتابعه لكل جمهورنا الكبير، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.